السلام عليكم دكتور زهير، حضرتك سامعني؟ هذا المجال. اليوم محاضرتنا متميزة بعنوانها ومرقيها. المحاضرة بعنوان هوية معمارية معاصرة للمعمار العالمي، وأحد أهم أعمدة العمارة العراقية والعربية المعاصرة، المعماري الكبير معاذ الآلوسي. الأستاذ المعماري معاذ الآلوسي غني عن التعريف، ولكن لا بأس من تذكير الحضور ببعض المعلومات عنه وأهم مشاريعه. هو كاتب ومؤلف ومعماري وفنان تشكيلي عراقي، ولد في عام 1938 في العاصمة العراقية بغداد، واكمل دراسة الثانوية فيها تحديدا في عام 1955. بعد ذلك درس الآلوسي العمارة في جامعة الشرق الأوسط في مدينة أنقرة التركية، وحصل منها على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية في عام 1960. بعد ذلك بعام عاد إلى بغداد بعد عدة جولات عمل استكشافية في أوروبا، وانضم إلى ورشة الحداثة المعمارية والثقافية التي أنشأها، والتي تحديدا مكتب الاستشاري العراقي. حصل بعدها بثلاث سنوات على شهادة الدراسات العليا واستخراج وستديس من الجمعية المعمارية في لندن المعروفة بـ AA Architectural Association تحديدا عام 1964. في عام 1974 أسس المكتب الاستشاري الآلوسي ومشاركه في بغداد ونيماتول في قبرص. من أهم أعماله البنك العربي في مسقط، والسفارة القطرية في عمان، والسفارة الكويتية في البحرين، ومبنى كمال حمزة في الخرطوم، كل هذا في سبعينيات القرن الماضي، ومركز الدراسات المصرفية في الكويت العاصمة عام 1980. شارك في مسابقة مشروع مسجد الدولة الكبير في بغداد عام 1982، وفي نفس العام مركز صلالة الثقافي في عمان. صمم العديد من المنازل، وأهمها المنزل المعروف بالجراعات في بغداد المعروف بالبيت المكعب في عام 1985، ومبنى آية في بغداد عام 1990، والذي يعد من أهم تجارب عمارة ما بعد الحداثة في العراق. نشر دراسات عديدة وألف كتب، منها يوميات وصفية لمعمار عربي، ونوستوس حكاية شارع في بغداد الذي عرض فيه مشروعه المعماري الكبير شارع حيفا وسط بغداد، وتوبوس حكاية زمان ومكان الذي صدر في عمان في عمان أغران عام 2017، وذروموس حكاية مهنة، وساهم في العديد من المنشورات والدوريات حول البيوت التراثية في بغداد والعمارة الإسلامية والعراقية، وهو عضو في جمعية المهندسين المعماريين العراقيين ونقابة المهندسين العراقيين. يمارس الآلوسي الفن التشكيلي والتصوير، واشترك في معرض تشكيلي أقيم على قاعة متحف الفن الحديث في بغداد عام 1966، وفي معرض جاليري كونتاكت في بيروت عام 1970. أقام معرض شخصي لانتاجاته التشكيلية في فولي بلانو في أثينا في اليونان في عام 1978، وحدة معارض في الفترة بين 1961 والحد الآن. تشرفت جائزة التميز بأن يكون أحد الحاصلين عليها، وتحديدا جائزة التميز للإنجاز المعماري مدى الحياة في عام 2018، وهي جائزة أطلقت في 2019 ضمن برنامج جائزة التميز، وتهدف الاحتفاء بأفضل منتجات العمارة العراقية. فباسم بمعربية وباسم مؤسسة المهندس عمر شريف واسم الحاضرين وباسمي نرحب بالأستاذ المعماري الكبير الأستاذ معاذ الآلوسي. تفضل أستاذنا. مرحبا أخوان، أهلا وسهلا. اليوم راح أحاول أنه أخاطب أخواني العرب أكثر من العراقيين، لأن العراقيين سامعيني كثير، ولو في أشياء جديدة اكتشفتها بعد أن كان اللقاء مع أركن اللي طول التسعات، أنه في غموض في كلامي كثير، فيراد له شوية قليلا من الإطناب لسه بالنوع من التحليل. فأهم شيء أنا العنوان كنت شاك فيه، ولذلك شاك فيه، لأنه الهوية حسب ما كنا نتكلم بيناتنا إحنا أخواننا جماعة لبنان وبيروت وحبيب صادق ومحمد الأحسن وجماعة، إنه الحرية الهوية معناها شمولية، معناها أوسع، بس احنا بنحاول على تصرف مجموعة من الناس في
مكان معين، محل معين، وخاصة احنا بدنا نحكي بالمكان اللي احنا نقيم فيه وما حواليه، الشرق الأوسط اللي هو كتير مهم من الاشتراك في البيئة وكثير من العادات والتقاليد على كل. فلازلت أنا شاك بالهذا، فرح أروح إلى أكثر من الهوية، إلى بلاغة العمارة في المنطقة. العجيب والموقف اللي أنا مصر عليه منذ بداية العمارة وحتى خلال دراستي، نوع دراستي هي هذا النوع اللي مصر عليه، إنه هناك بلاغة تخاطب في بعض النتاج المعماري. العجيب أنه في 1913 توفى عالم فيلسوف في علم السيميولوجي، في علم الإشارات، في علم البلاغة، في الكتابة فقط، واعتمد كثير على الكتابة اللي فيها نوع المشارات والإيحاءات واللي تؤشر، ولذلك سيميوتيك سماه. و في نهاية القرن العشرين كان اللغويين أكثرهم بلشوا أو بدأوا يؤشروا خلال كتاباتهم، وأهم واحد منهم بالحقيقة كان أمبرتو إيكو في The Name of the Rose، إشارات هذا وإيماءات. نحن في 1984 كتبت مقالة اللي اسمها الإيحاء، إيحاءات وإيماءات العمارة الإسلامية العربية، وفي 90 البلاغة الصورية كتبتها مقالة ثانية. أصر أنه في عماراتنا التركة اللي أنا ما أسميها موروث أو يعني وراثة، ورث مثل ما ال 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 الراحل يترك تركة لأولاده، التركة اللي موجودة اللي عندنا فيها إشارات، فيها نوع من الإيماءات والإيحاءات. هنا هذا معنى اللغة، أو خلي هنا أسميها الهوية، اللغة المعمارية اللي متواصلة معنا، اللي هي نتاج مجموعة تعيش في مكان له مقوماته حتى ولو كان فضاء، مجموعة مجتمع له تقاليده، إلى بيئته، إلى تاريخه، إلى جذوره. أيوة، فهذه نتج عنها نوع من التخاطب. لذا أنا أعتقد أنه في العمارة ممكن إحنا نستعمل هذه اللغة والإشارات، إذا عرفنا ما هي الإشارات. المشكلة أعتقد دراسة، قليل من الدراسات اللي توصلت إلى معنى ومسببات الإشارات هذه. تمام، في كثير من المعماريين يقول لك أنا أشتغل على موروث وأستلهم الموروث، بس من يستلهم الموروث أي معماري؟
وينظر من نظرة سطحية من دون أن يتدرج بأسباب وجود هذا الموروث وليش وصل إلى هذا، وفي كثير من الغثيث من هذا الموروث ما مستعدين احنا نعيده. فالدراسة يجب أن تكون معمقة، أسبابها ما هي، العناصر التي تلهم والذي كونت هذه التركة. الأهم هذه العناصر، كثير من العناصر اللي أنا حاولت أتعمق بها أنه عمرها آلاف السنين، يعني خاصة عندنا بالعراق وفي مصر أكيد وفي المنطقة كلها، المنطقة كلها من اليمن إلى فيها أستاتيك فاليوز، خلي أقول قيم جمالية من قبل التاريخ، حتى في العراق 4000 سنة قبل الميلاد، قيم جمالية متوارثة متروكة إلى اليوم، تتواصل إلى اليوم من يد ليد، وخاصة في العمارة والبناء. هذه التركة هي اللي عملت عمارة اليوم في بغداد أو في القاهرة أو في دمشق أو في مناطق كل المنطقة. هذه راح أعللها أنا بعدين بمجموعة من الشرائح اللي أنا لامها أو مصور قسم منها كثير، اللي جابها وسببها طبعا هذا الموقف اللي أنا متخذه من أنا كوني معماري مبتدأ إلى يومنا هذا، موقف واحد، وكل ما دا أتقدم بالعمر دا أشوف أنه كان موقف بالنسبة إلى اعتقادي أنه صحيح قد يكون مخطئاني، لأنه مدارس أنا روي ورايا بالسلايدات أنه الطرف الآخر من العصا، كيف أنه الفرق هائل بين مدرستين. اللي أنا أعتقد واحدة من الأسباب اللي التلوث اللي دا يصير في مدننا وترك ما مقومات شخصيتنا، عدم تدريس للطلاب ولا تعويد الطلاب على معرفة كيفية النظر، أقول كيفية الاستيعاب، كيفية التواصل مع ما هو حوله من بيئة معمارية وبيئة حضارية متحضرة متمدنة، كيف وصل إلى هذا المستوى عمل الأجداد. وأقترح أنه خلال البيسك ديزاين ودراسة هذا نضع مهم كمفرد ومتأصل، أنه يروح يبدي مثل ما يتعلم الملمس ويتعلم البروبوشن ويتعلم المقياس ويتعلم الدراسة والمقومات المعمارية العناصر التصميم، يتعلم كيف أنه يرى تركته، ليس كنتاج معماري وإنما كفارسة يعرف هذا اللي موجود. والسبب وشيء ثاني المهم جدا، انه
على مر الزمن نحن عندنا لغة، حتى باللغة الشعر والعربية تختلف عن هذا، فهنالك تعاريف ومعاني نحن نراها بصورة مختلفة عن الآخر. هذا التفرع، هذا النوع من الفروق اللي موجودة بيننا. مثلا المكان في تعريف الجرجاني يقول هو البطانة أو الشيء، هو مزاحة من له في الفهرسة، أي أنه حدث يزيح موقع. هذه التعريف إذا التلميذ يتعلمها بالتأكيد من يبدي يحكي على المكان وفي باله أنه المكان في موقع في بيئته هذه، هذا معنى. ومع العلم يعني الفلاسفة الآخرين مثل باشلار وغيره بعدين عرفوا أنهم حواس، حتى الفضائل. وهذا احنا بالنسبة أن الحواس وهذه الإشارات موجودة في المكان، يعطينا إشارات. كنت أقول أنه الإشارات في المكان عندنا قوية جدا، إيماءات. يعني مثلا آيا صوفيا كنيسة لب المسيحية في تصميمها، يحط لها أربع تصاميم مدورة كبيرة، الله محمد والخلفاء الراشدين، تتبدل إلى جامع. مبنى أنا أتذكر مثلا في الكتاب في 1937 صدر حول الخيضر، كانوا في جدل أنه الخيضر هذا حيرة أو النبط أو الإسلام. محمود شكري الألوسي قال له هذا إسلامي، والسبب أنه شاف في محراب موجه نحو الكعبة. خلاص إشارة. هذا الإيماء، هذه الإيحاءات اللي موجودة هي لغتنا. فرح أجي أنا هلا المهم أنه العالم كله ترى كلهم عندهم لغات. يعني أنت هسه اليوم الحديث العمارة الإيطالية حتى الحديثة منها تقول لك هذا بناء إيطالي، ألدو روسي، جراتسي، سكاربا، ذول كلهم معمارين إيطاليين، أشغالهم معروفة أنه إيطالي. ونفس الشيء الألمان، عندك أونغار وكران، وذول كلهم عمارتهم ألمانية. حتى إذا أخذنا مثال غروبيوس لما كان بالباوهاوس، ألماني ألماني وعممها على الحداثة. ففي لغات موجودة معمارية، فلماذا إحنا بهذا التاريخ العرمرم، هذا التاريخ الهائل، البيئة الفريدة، خل أقولها حتى صحرانة فريدة، حتى صحرانة تلك، ليش ما عندنا لغة اللي نفقدها نهائيا بأسباب عديدة، مثل ما فقدناها هسه اللغة أبدا في إكسبو دبي. أصلا ما في بناء اللي يحكي لغتنا أبدا أبدا، ما في. على كل، فهلا راح نبلش أحاول، ما بعرف ده يجيك الصور. نعم بالفعل موجود، نعم سلايدنا موجودة. موجودة؟ نعم سلايد يعني ظهر بس مو فل سكرين. إيه أوكي. بس دقيقة هذه كيف عملها؟ مضبوطة ها؟ يعني موجود؟ نعم موجود الآن يعني ظهرت شاشة كاملة. أوكي أوكي.
اوكي الان نعم الان في السكريت. نعم اوكي، ف راح اورجيكم انه هذه الاستاتيك فاليوز، القيم الجماليه اللي موجوده تخصنا هي تبعنا. يعني انا اعتبرها تعرفني انا اذا اجي اشتغلها بالعماره واقدر استغلها واقدر استلمها واقدر اقول هذا فلان من فلان بلد من فلان حضاره من فلان تاريخ. ف تصوروا هذا بليت عمره 3000 قبل الميلاد من منطقة في الورقة في أور. حتى الرسم والفتحات الأبواب حتى إذا ندخل إلى التصميم نفسه والفناء اللي موجود فيه، تصوروا هذا عمره 5000 سنة أو حتى 6000 سنة. هذا البليت على طابوق على مواد محلية مرسوم كأنه بتي سكوير وقياس مضبوط. هذا بيت دار بالعبيد 4000 سنة بالضبط قبل الميلاد. شوفوا الحوش، شوفوا الفناء الداخلي، الفناء الداخلي اللي أثر قبل 4000 سنة. إن اليوم في قبرص يسموه حولي مثل ما يسموه الأتراك حولي، وحتى في إيران في المنطقة كلها لا زال موجود. أنا شخصيا عامل يمكن في 400 دار، قلما عامل دار خاصة في بغداد والعراق من دون هذا الحولي. وسأورجيكم أنه كيف الأبروتش إلي، أبروتش تبعي للحولي. ما يؤلمني جدا هذه استمرت، العفو ان هذه استمرت. هذه أبنية عباسية ورسم عباسي بالعراق، صوروا هذا النسب والجولدن سكشن وكيفية بناء الأبنية. هذا المخطط الفوق هو مخطط المستنصرية، والمخطط الثاني الواجهة المستنصرية كيف التناسق الأقواس ورسم الأقواس ذو القوسين الوترين، الوترين نصف الوترين. وحتى قصر الخضر أنا رحت عليه وحاولت إيجاد النسب تبعه، بالضبط هو مستغل على النسب الذهبية على الجولدن اللي أخذت في النهاية واستعملوها لكوربوزية وغيره وغيره والإيطاليين والتاريخ كله. خذني هذا ضمن المقالة أنا كاتبها في بالثمانيات على فيتشر عراقي موجود في أبنيتنا وهو نقاط الارتكاز. أكثر أبنيتنا فيها نقاط الارتكاز. هنا في البلان المستنصرية فيها نقطة ارتكاز وهو بركة الماء الشذروان، احنا مثل ما نسميه اي الفاونتن اي النافورة اللي من بين هنا بالمخطط. هذا المخطط والقياسات عملوا مجموعة من الألمان أقاموا في المستنصرية ووجدوا كل النسب والموديولر والموديول تبع المستنصرية. عندهم فد دوكيمنت هائلة، أعطاني نسخة منها موجودة عندي.
ونفس الشيء في رسوم الواسطة البغدادية، نقاط الارتكاز ردت أجد أنا أين نقاط الارتكاز في رسوم الواسطة. تصور كيفية الزرع ينتهي جميعا من نقط الارتكاز، العيون كل العيون تجي في خط واحد، عجيب يعني في الشغلة. فهذا هو هذا موروثنا. إذا اليوم في بغداد، ورجعتكم أنا شو موجود في بغداد اليوم، في بغداد مخطط يباع في الفيسبوك والتويتر لبناء دور. هذه عمارة العراق اليوم، شوفوها، يؤلم يؤلم حقيقة. هذا الثاني، هذا أنا ماخذه من الفيسبوك، يعلن أنه نحن مستعدين إلى عمل الدور وخرائط لدور سكن، ويجاوب آخر قال له رويني الإليفيشن حتى هذا عراق اليوم. هذا عراق آخر، نفس الشيء، ذات الشيء. هذا هسه تشوفون الأعمال اللي سبقت وتاريخ العراق المعماري، هذه دار حديثة اليوم دا تنبني بعدها جديدة. هذه عندهم أستاتيك فاليوز تبعهم، أستاتيك لا بولوشن فاليو. هذا السلالم مثلا ماست، والدرابزين هذا ماست، اي الاعمده طلعت الطابقين، وال عندهم هذه دائره حكوميه يا اخوان، دائره حكوميه في النجف الاشرف في مقام الامام علي. صوروا هذه عماره في مدينه الامام علي في النجف الاشرف. والمصيبه الاخرى يعني دائرة إنه حكومية، أوكي، يستعمل القرميد في سبيل التخلص من الثلوج والأمطار الغزيرة في وسط صحراء العراق. صوروا النجف، يمكن حتى للغبار، لأنه أتذكر أنا فراي أوتو صاحب الخيم من قابلته في شتوتغارت، مشكلته كان مع الخيمة اللي موجودة بعشر كيلومترات من مكة، أوتيل انتركونتيننتال أعتقد هو عمله، خيمة، كان خوفه من تراكم الغبار والرمال وأثقالها تكون عالية مثل أثقال الثلج. فالظاهر هذا ما يقول لك حتى يتخلص من الثلج من الدست. نجي على قيمنا اليوم، نتشارك جميعنا في المنطقة بنسيج مدننا، النسيج المديني. يعني حتى بيروت من طلعنا إلى ارتفاعات تختلف عن هذه الارتفاعات، النسيج بقى محور إلى هسا أورجيكم كيف يتحور النسيج. فهذا نسيج 3000 سنة قبل الميلاد، وهذا مخطط مدينة أورد. تصوروا هذا المخطط، وهسه راح اويكم مخطط اخر هذه مدينتان عراقيتان، واحده في عانة في اقصى الغربيه على الفرات، اوكي، والماده حجر،
وأورجيكم شيء راح يتكرر في كل بناء. وفي الكرخ في وسط بغداد، مركز بغداد، هذا نسيج الكرخ اللي أنا اشتغلت على التخطيط الأمراني فيه بالطابوق. الماتيريال تختلف، بس كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. الاكسايتمنت اللي موجودة من زقاق إلى شارع إلى فناء إلى ساحة، والكل الكل يشتركون فيتشر. هسه أجي عليه مرة ثانية، بس لاحظوا النخلة، النخلة موجودة في غرب العراق وفي بغداد وفي البصرة، هي أم النخل. فهذا النسيج العمراني في مدننا متشابه، ويروح إلى مناطق كثيرة يعني حقيقة. غير ألف وعشرين وثلاثين بغداد القديمة في وسطها صعب السكن، فتوجهوا نحو الشمال نحو الأعظمية مجاور دجلة، تقريبا مدينة كبيرة، دور كلها جديدة، الفناء الداخلي سقف إلى درجة أنه عملوا فناء مسقف، بس الباحة الوسطية موجودة. هذا النسيج حديث في بغداد، لا زال الروح والتراكم موجود، لأنه البيئة واحدة، اللغة واحدة، الشعب واحد، المجموع اللي عايش في هذا المكان تصرفه واحد. تصوروا هذه في بداية القرن أو في بالعشرينات، أنا أعتقد تخطيط إنجليزي كان، لأنه government architect كان من الحملة الإنجليزية، فخططوا هذه. ومن حسن حظنا أنهم معماريين جيدين، لأنه جو من الهند، ما جو من دائرة الاستعمارات البريطانية. أنتوا لاحظوا طريقة الشوارع والأزقة بيناتها، ذات الكونسبت، أنه هالحنان السربرايزز موجودة كلها. طابوق أجين، ولو أنه قسم منه بلاستر لأنه دخل السمنت ودخل أنواع، وبعدوية هذا مو كونكريت، كله كان بسيستم. بس أورجيكم يا أنا استعملته إلى اليوم، استعمله هو حديد وأطواق، يطوق الطابوق. اللي ما تستغربوا انه قيمنا على الرغم من اختلاف البيئة، بس هذا نسيج مدينة قرطبة القديمة، هذا احنا نقلناها واثرنا بالمنطقة. بدال النخلة صارت شجرة عادية، ولا هو عندهم نخل، مو ما عندهم، انا شفت اللي عندهم. من أين جاء هذا النسيج؟ دورنا كلها تفتح إلى الداخل. هذا دار إسماعيل أفندي، زين، ما بي ولا فتحة إلى الخارج ما عدا المدخل. ما تبدأ تشوفه، ما بدأ ينشاف يمكن، لا اي شلون اوجه هالجهه، ما يروح، لا ما يفيد. على كل في مدخل منا، هذا المدخل الوحيد على الخارج، والتهويه كلها من الجدران، وفناء داخلي. هذه الفتحه ما كل النسيج اللي عامله هو الفتحه. هذا بيت اخر، هذا بيت خالي في بدايه سبعينات القرن التاسع عشر. أورجيكم هذا البيت، هذه أنا الغرفة والد فيها، هنا في هذه الغرفة، هذه دار ولادتي.
هذا أنا بالنسبة لي في مساماتي. هسا أرجوكم أنا هاو بعد ما افتهمت شنو هو الكورد، ليش هذا الكورد، سببه، نوع العيش ماله. كيف استغليته كقيمة جمالية، ها، وسمالات قد تكون مشابهة. باي ذا واي، انتوا تفرجوا على هذا التبليط، هو ذات الطابوقة وبنفس الطريقة معمولة، ها، قبل 4000 سنة في أور، ذات الطابوقة اللي احنا نسميها اليوم فرشي، هذه فرشية، والبيت كله بالطابوق، باي ذا واي كله بالطابوق. هذا بيت ثاني، شو الكورت، هذا لأنه على النهر عنده شبابيك كاملة. هسه أورجيكم إياه في سلايد آخر، مو ما له علاقة بالهاي. هذه أبنية حديثة أنا مصممها، هذا الدار المكعب وهذا الحوش. يعني أسميه الحوش لأنه بالعراق العام بيسموه حوش. وهذا في دارة أخرى 4 بيوت تنسيق الأحواش تبعها، تنسيق الفناءات بيناتها، مو أنت واحد فد، بل لاحظوا أنه كل الفعاليات، يعني هذا الدار، هذا الدار، الدار الثاني هنا، وهذا الدار، وهذا الدار المكعب، وهذا الدار الرئيسي. هذا فناء المكعب، وهذا حديث، أيوة. عندهم هناك يعني قليل تلك السبيسز كلها مفتوحة، نفس الشيء. هذا السبيس واحد، السبيس واحد لثلاث طوابق. نجي على ورجتكم انه السقوف، السقوف هذا سقوف طابوق، رغم انه هذا البايلات بالنهر، يعني كثير ادفانس انشائيا، لكن تسقيف سهل جدا. وهذا هالاقواس انه ممكن نستعمل انسليشن. نرجع على نقطة الارتكاز، شوفوا هذه السكبتشر، هذه منحوتة، مع الاسف فقدناها ب لأنه الأمريكان اعتقدوا تحتها أو فيها أسلحة فضربوها بالأخمص تفتتت. فهذا نقط الارتكاز اللي رويتكم إياه أنا في الأخير، موجودة نقط الارتكاز في هذا البيت نفس الوقت. فمسقف، هذا الفناء مسقف، بس راح أورجيكم أفنية اللي حديثة غير مسقفة. عجبا، ايه هذا الفناء هو هذا ذاته. هذا الفناء غير مثقف، هذا 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 بالضبط في قبرص، تصوروا فناء اخر مفتوح، هذا لانه تعرفوا ان هذا التشجير يراد لوادي مفتوح. هذا التخطيط الحرام، هذا ما ادري بين ما اعرف شلون احركه، يمكن يتحرك، ما ادري، لا ما بيتحرك. ايه هو زغر يمكن، لا ما بيزغر. على كل، ايه هذا فناء اخر، حتى في أبنية كبيرة مثل مستشفى الوزيرية، هذه كل غرف المرضى تفتح على هذا الفناء، ما في داعي مرضى يكون إلى مفتوحة على الشوارع وال... مو اكتشافي أبدا ولا اكتشافي. هذه الورقة، قصور مدينة الورقة، وهذا الخضر، هذه الأبنية وتكرارها، وحتى في الأبنية الكبيرة ذات الحجم الكبير
يكرر، أنا مكرر كثير في العمارة، ومن أجمل ما يكون هذا. تصوروا أنتوا هذا اليوم، اليوم هذا مثلا مبنى، خلينا نقول كان سراي، السراي اليوم يبنوه تورى 40 طابق، تصور 40 طابق خدمة مصاعد، مع أنه هذا تتمشى من تمشي من كورت إلى كورت، من زقاق إلى شارع إلى حديقة إلى فتحة. التنوع اليومي، مع أنه أنت صور يوميا أنت طالع مصعد وداخل كوريدور، والأوجه تشوفها ذاتها يوميا، مع أنه في بيئتنا نمط العيش آخر. من حسن حظنا جو جماعة من يشتغل بالعراق، أنا أقولها دائما أنه لا يسعه إلا أن يتأثر حتى الفمالة مثل ما يقولون. هذا شغل أجانب سكنوا العراق. المتحف البغدادي من تصميم وقتها اقتراح مسز بيل، مس بيل اللي هي أسست الدولة العراقية ونصبت الملك فيصل كملك العراق. بعد تنصيب الملك فيصل الجوفرمنت أركتك جونا مهندسين إنجليز ميسن بنى جامعة آل البيت هذه اللي على اليسار. ثم قبل ما بيجون الإنجليز تصوروا أنه هذا عمل قبل ما يحتلون الإنجليز العراق، عمل عثماني، سراي، سراي الحكومة نسميه القشلة إحنا إلى اليوم يستعمل بجمال لا يصف. هذا هنا شارع المتنبي، شارع الكتب، ومنها سوق السراي، أسواق، والمحكمة الشرعية هذه. شغل عثماني تصوروا، وهذا التور اللي هسه موجود تصدح ساعة بغداد، هذا شغل بيت لنج عثماني تصوروا، هذا عمل بغدادي إلى اليوم. سمعت إنه هذا وضعوا عليه ألوكوبون، شوف هذا إيش عاملين، ألوكوبون غطاه ومسؤول يقول أحسن حتى لا يتلفوا. لا صلحوه، مو قضية تلف، ليش ما تصلحوه؟ صلحوه واستعملوه ودوروه إلى مدرسة، دوروه إلى جامعة، أحسن ما تشوفون هذه الأبنية القبيحة الساكنين أنتوا فيها. هذه المستنصرية، هذه المستنصرية رويتكم أنه الجيومتري تبعها، هذه كلها مدروسة حسب الجيومتري بالموديول اللي رويتكم يا الألمان. شوفوا تأثيرها على معماريين العراق. هذا مسابقة فاز بها مكتب الاستشاري العراقي لمجلس الوزراء الحالي، كان الحالي بعدين لأنه بعد الحرب قصف وبقى على حاله. وهذه مسابقة أخرى، هذا ماذا نشوف ليش؟ لا عفو، مسابقة أخرى تحت، هذا ما أقدر أزغره، شلون أزغره ما أعرف. سكرين، يو آر سكرين شيرينج، يس ستوب شيرينج، لا ما أقدر أزغره، ما أعرف شلون. ما أعرف، على كل الإليفيشن مقطوم، مقطوع. هذا مجلس الأمة الكويتي مسابقة فزنا بها تقريبا احنا،
بس أعادوا المسابقة مع الدنمارك أوتسن وربح، والأوتسن ربح. أقول له stop sharing و share again، بلكي يصير صغير. أي أيوة يلا. أي يمكن أصغر صار. على كل لا، أي هذا مجلس الأمة، شوفوا تأثير المستنصرية علينا. ما بس الروح كان يقول ابدا، كل نقل ما بي، كل نقل ما بي، بس الروح اللي موجوده، فهم ما عامل الاخر. هذا عندما فتحت، يقول لك هذا القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري، هذه البناية. تصور هذا مثلا، تصور التأثير يعني أقدر أقول بنفس الوقت مرقد الإمام موسى الكاظم، وهذا التأثير عليه. انتوا تصوروا هذه الأفنية والتكرار. بالمناسبة التكرار فاليو غير مستحبة، قيمة تصميمية غير مستحبة بالنسبة للحداثة. يعني من احنا طلاب كان يقول لك شيء، له هذا تكرار، ليش تكرر؟ او تماثلية ما يعجبه بالحداثة، او زخرفة، هاي كلها ما تعجبه، مع انه هذه هي مقوماتنا، هذه هي الاستاتيك فاليوز تبعنا. فهذا التاثير اللي موجود من هذه الافنيه ومن هذه الروح المعماريه التاريخيه، تاثيرها على الحداثه، على المعاصره، العفو، مش على الحداثه. شوفوا هذا المتحف اللي رويتكم اياه، وهذه بنايه حكوميه اخرى. النهج واحد، التأثيرات واحدة، اللغة نفسها، الإشارات يعني. هذا حتى الغير الأركيتكت من يشوف هذا المبنى الجواني يعتقد يربط بهذا المبنى الآخر من دون ما عرفت ليش، وهذا هو المطلوب. هذه المطلوب هي اللغة نتفاهم بها. المستنصرية فيها أروقة والاتصال بها، لعب هائل بالضياء وبالهذا، يأثر. هذا اليوم، هذا في شارع حيفا على اليمين، وعلى اليسار في بناية في مسقط، اللي فانكشنال ناتهم، لهم دور كبير خاصة في الإمارات كمجرى هوائي، والواجهة الأخرى هي على البحر، الخليج. وهذا شارع حيفا اللي تواصل البشر بدل ما هو معمد في شارع الجمهورية، وهناك مروق رواق قدام الأبنية يتواصل فيها. نجي إلى القيمة الأخرى، رويتكم الطابوقة اللي هي أقول عراقية بصرف، واللي استغرب انه ابعادها ذات الابعاد اللي موجوده في المانيا، 24 سنتيم. هذا بابلي، تصوروا انتم، هذه بابل عظمتها سقطت 500 قبل الميلاد، فمعنى سومريه 3000 سنه. وذات الشيء هذا بناء عباسي موجود في بغداد بنفس المادة. تصوروا أنتم هذه الموتيفز اللي شغل بالطابوق، وبنفس الوقت ذكروا هذا البناء اللي يبنى اليوم في بغداد،
هذا ابن نفس البلد ونفس البيئة ونفس اللغة. هذا بيت أمم حديث في بغداد. هذا بدأ من دخول الإنجليز 1917 إلى أقول لك إلى الخمسينات أو الستينات إلى أن رجعوا الأكلت. هذه بيوت اعتيادية أسطوات بغداد يعملها. بيت أبويا هذا اللي عملها هيك. هذا بيت الحج رؤوف والد واحد من المعماريين الأصدقاء غسان رؤوف، توفى الله يرحمه، صديقي جدا. شوفوا السياج، شوفوا السياج، النخلة، لا تنسون النخلة، باع النخلة، سنجي عليه النخلة. بس هذا الفناء سقف مش الكونكريت، سقف بالحديد والأقواس اللي ورجيتكم إياها اللي أنا مستعملها، وراح أورجيكم بيت مؤخرا أنا مسويه. الطابوق لغة، وتعتمد من محل لمحل. هسه هذه لغة الطابوق مع الأسف هذا من بين هذا بالأندلس، وهذه في قاديش. قاديش على البحر على الأطلنطي بعد ما نعبر جبل طارق في إسبانيا، آخر مدينة قبل ما ندخل إلى البرتغال. هذا معمل سجاير كان مبني بالطابوق، طابوق يشبه الطابوق العراقي. وهذا في غرناطة اللي شارع كامل هذا، وعندك السوق. وتستغربون هذا وين؟ هذا بناء بالطابوق في شنغهاي. معمل آخر كان في شنغهاي، من أجمل ما يكون هذا المبنى، أنا مصوره كله في شنغهاي. مع أنه العراقي هذا، شوف الطابوق العراقي، هذا عثماني. هذا كان قصر الوالي العثماني اللي موجود بالكرخ، اللي صار بعدين السفارة البريطانية. صوروا هذه بناء 1860 1870، العراقي هيك كان يبني. وهذا في الكرخ، شوفوا هذه الكتشر تبع الهواء المثلثة والمربعة المكعبة الطويلة، هي نسميها احنا الباجة. الباجة هي مداخن الحمامات، من يحمو الحمام تعالي يراد له مداخن، تطلع هذه مداخن الحمامات، تختلف عن المثلثات اللي هي الاير كاتشر، البادجير احنا نسميه. نخلة، شو كل المنطقة بها نخل، كل المناطق بها نخل، إلا النخلة الأخرى أدنى تختلف، أدنى تختلف. والسبب تنمو أكثر مما تحمل. في البلاد الأخرى اللي أخذوها من العراق ما توصل. هذه إحنا ما نسميها نخلة، هذه العجم، وأنا حطيتها لهذا السبب، نسميها عيطة. والسبب إنه عيطة لأنه من توقع تعيط، هي الصوت بالحقيقة، نقول عيطة كأنه إيه. فأرويتكم أنتم النخلة في كل نسيج موجود، وما إذا كان في شمال العراق أو في جنوب الشمال العراقي إلى منطقة ديالة ما بتصعد أكثر من ديالة إيه. ف في الغربية وفي البصرة وفي بغداد إيه. هذه النخلة موجودة وتلهم. أنا اللي جابها إلى، أنا ما كنت تلهمني من دون أن أعرف كيف تلهمني، إلى أن فنتوري فد يوم واقف على الشط أنا وياه في بيتي، اللي ما عاد أي شيء أنتوا عاملي هو من النخلة. وقفنا أنا وياه وسكتشنا سكتش أدنى على أسأليكم إياه. شو هذه النخلة؟ مع الأسف هذا ما عم بيبين، مع الأسف ما عم بيبين. هذا
سودو نخلة، يعني يريد يرو يريد ينقل هذا في بيروت، عمل هذا الكولوم اللي موجود والكابيتال هذا، مع أنه في بيت حديث عراقي، في بيت عراقي هذه النخلة تشوفوها تلهم تلهم، يعني حتى هذا المحجر مدى بين سأرجوكم في بيت، مع أنه اليوم هذه نخلة اليوم، هذه مدخل أحدى مدن العراق، هذه نخلة اليوم، تصوروا الذوق الإسفاف، الإسفاف في نقل الموروث. هذا تبع فنتوري، قال لي ما حتى المقرنص ها هو من النخلة. أنا هذه محاولة إلى مشروع استلهام النخلة، تصور هذه النخلة أننا من دون أن تشعر، يعني إيدا ليش أنا أقول ما نروح للكمبيوتر، لأنه هالحس العواطف الشاعرية اللي موجودة بينك وبين القلم وبالعمارة والشعور مفقود. هذا بيت خالي، شوف النخلة هنا وربطكم إياها في الموسى الكاظم، كله نخل، يعني حتى المحجر هنا ما مبين، كله نخل، كله استلهام النخلة. أنا ما أعرف أستعمل هذا الزوم، كان كبرت لكم إياه. هذا الـ هذا الـ 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 استعمال الحديث هذا حديث ونصف قوس طابوق ما يحتاج هذا البيت ولا متر مكعب أو قدم مكعب كونكريت، مبني 1966، طابوق عراقي، ماتيريال عراقية، معاصر، مخطط ما لا اسم روة المخطط هنا، بنسب معينة، موديول، هذه كلها موديول، 19 موديول، 19 موديول يسوي 21، يسوي 20 متر. هذا النخلة بالنسبة لنا، النخلة بالنسبة لنا هذه شو هذا ماذا تبين هنا، هذا شلون نقدر نخلص منه، هذا ما اعرف. اي هذه النخلة هنا مبينة، شوفوها وهذا مبنى حديث. المقطع نرجع على كل التكرار اللي موجود في النقلة في الإمام الكاظم، أروقة المستنصرية ورجيتكم إياها، في هذا مبنى حديث في مسقط، هذا انتخب من 100 مونيمنت في القرن العشرين بناء بالشرق الأوسط. احنا اليوم نبني هذه الأبنية، هذا نبني الأبنية، تعرفوا هاي شو؟ مكتبة في بغداد، مقترح مكتبة لبغداد، تصوروا. وهذا مول طبعا، والمول يتلف كل عمارة العراق، وكل مول الأردن صار بها 50 مول، وبيروت المول. هذه أخواني البيروتية المعماريين زملائي أحب يسموها الحوت، لأنه على البحر، خان أنطون اللي كان من أجمل أبنية بيروت، هلا احنا استعارينا من، تعرفون هذا شو؟ هذا الخوارزميات الجديدة ولا هذا؟ لا، هذه عين الذبابة مكبرة، استلهمنا عين الذبابة احنا وبنينا بناية.
او طنطل عندنا بال الفيبرز العراقيه اللي موجوده عندنا، واحد يطخ بالسماء اسمه طنطل، فعندنا طنطل هسه موجود في من اجمل لوفه للنهر دجله، اجمل لوفه صور صوروا. بعد وقت هذا $1,000,000 راح يكلف. هذا بنية جديدة أنا مشتغلها، هذه مستشفى، ورجيتكم الفناء الداخلي تبع المستشفى بالطابور، هذا بناية إيه اللي ذكرها أخي بال89. تكرار السبيسز الفناءاتها كلها، هذا في شارع حيفا، هذه أسواق في شارع حيفا، كلها أسواق في شارع حيفا. هذا دار، هذا الفناء تبعه مع الأسف ما مصور، الفناء تبعه بالضبط هو فناء قديم بحيث أنه يتدرج ويصعد إلى فوق، هذه فيتشرز كلها موجودة محلية مأخوذة منها. أعتقد خلصنا، يمكن خلصت. شكرا جزيلا إخواني. إذا عندكم هذا دا أحكي لكم أنا السري السقطي في بغداد، واحد من الفلاسفة كان ما يعطي يتكلم إلا واحد يسأله، فأنا أفضل تسألوني أي شيء تردون، سألوني وأنا أجاوبكم أحسن شيء. أيوة أشكركم إن شاء الله. ما شكرا جزيلا استاذ عزيز، يعني حقيقة المحاضرة جدا ممتعة، رجعتنا إلى يعني الحنين إلى الإمارة العراقية. إن شاء الله إنه ما يعني ما بها إحباط شوية، بس أنا محبط، خلي أحبط الإخوان العراقيين معايا. يعني أكيد هو الأمر يعني مو فقط محبط لك، محبط للجميع، يعني وجود أكيد الكثير من المحاور المختلفة، التوجهات الآن المختلفة، نظريات مختلفة، فما أعرف نترك يعني الأسئلة للأخوة. أكيد يعني عندنا أكثر من 60 من الحضور، يعني واحدة من المحاضرات اللي امتازت يعني تواجد الكثير من المعماريين. فإذا أكو سؤال تحبون أنه ترفعون الإيد رايز هاند موجود، أو تكتبوا بالشات بوكس. ما أعرف إذا أكو أسئلة. ما أكو أسئلة. يمكن خلينا نقول ورم أب، نخليهم أستاذنا العزيز، يعني إحنا خلينا نقول حاليا في الوقت الحالي عندنا التعليم المعماري موجود، والآن التكنولوجيا الرقمية والحنين إلى الماضي والكثير من العناصر المختلفة والاستدامة وغيرها. الآن يعني خلينا نقول، ما هو نصيحتكم للتدريسيين وللطلبة؟ بالحقيقة أنا ما ضد هذا، ما أطلبه دائما من الطلاب، أكثر الطلاب ما أطلبه أريدهم أنه يفكر قبل ما يشتغل، يفكر يعني مو يترك أموره كلها إلى الحاسوب. أنا مشتغل بالحاسوب من 78 بنيويورك، يعني من الناس اللي واشتغل الحاسوب كأداة، لكن ما خلي يفكر عني ابدا، لا اخلي يجردني من شعريتي ومن عواطفي ومن هويتي. من انا؟ الحاسوب ما يعرفني من انا، ولا الحاسوب راح يصير لحمي ودمي. انا اريد الواحد يعرف نفسه، يثق بحاله، يثق بموروثه، يثق بتركته حتى يدخل ويتواصل مع الجميع، يتواصل مع ميته، يتواصل مع المجتمع اللي موجود به، هو ما في حدا
يفهمه يعني هسه ورجيتكم انا دا يصير هذا غريب غريب يعني لغة غريبة او لا لغة مثل ما هذه لا لغة لا بها اشارات لا بها فهم لا بها علم لا بها اي شيء. وبعدين هذه اللغات خلال شهر ما يتحول يبزع لأنه ما في استيمليت ما يبقي إنه دائما على مر الزمن ويتعتق ويخاطبه ويحاكيه ويكتشفه. هذه كلها هذه السبب هذا اللي أريد يفك هذه سبب اللغة هذه هو سبب اللغة أنه يبقى يخاطب اللاواعي منه غير الواعي. اي فمشكلة عندنا مشكلة كبيرة. والتدريس ما يعني يتزعلون اصدقائي وزملائي يقول هواية تحكي علينا انت بالتدريس مو انتو مش انتو هو البيئة كلها لا تستعد الى اول شيء اهم شيء انه احنا نعلم انه يشك. انت حتى تبدأ لازم اي شيء ما يقيدك حر في فكرك في تفكيرك في هذا. احنا ما نقدر نكون احرار ابدا ما نكون احرار ما في كل شيء ايه. وكل المنطقه لا تقول لي اكو في بلد حر. بيروت كانت بها شويه من التحرر شو عملوا فيها ما احنا كليتنا في كل المنطقه صعبه. ولذلك التدريس في حسب ما اكتشفت التدريس في لبنان احسن من اي محل اخر بس بعده متأخر كثير بالنسبة إلى التدريس في ألمانيا وفي نيويورك وفي خاصة أمريكا. التدريس وصل إلى مرحلة وإحنا ما دنا نستفاد من الموضوع. يعني أجيب لك مثل رود آيلاند سكول أوف ديزاين الطالب مجبر يروح سنة يتفرغ يقدر يتفرغ في إيطاليا روما وفلورنس حتى يشوف الكلاسيكس حتى يشوف الأصل لأنه ماشي. إحنا كم طالب يتأخر هو رايح إلى أور أو رايح إلى نمرود ما في. كم طالب يتأخر من عندنا يتخرج حتى في العراق رايح إلى الأهرام أو رايح إلى ما بعرف وين ما في. ما بيعرف عنجر وين ما بيعرف ما أعرف شنو. هذه كلها كنوز اللي تربي ترعرع البشر واحنا غافلين عليها كليتنا ما بيصير. فما انا ما ابدا الوم الاساتذه الجو كله الكل الجو ما لا يساعد على. وهذا عبد الله حسان كامل أستاذ الكل هو كان يدرس السيفل انجينيرينج في جامعة بغداد قبل ما تصير جامعة وقبل ما تصير فرع هندسة. المعماري الوحيد هو خريج هارفارد كان أول سنة بعد هذا وأول دورة اقترح أنه نسد المدرسة ونبعث طلابنا برا لانه ما ممكن ندرسهم. صور هذا بدنا نحكي احنا بال 62 63 اقتراحه ذاك الوقت ايش قد احنا تراجعنا ثقافيا وحضاريا من 62 الى اليوم واحنا بعدنا ندرس عماره وانتشرت مثل الهشيم النار بالهشيم ما يعني 30 40 كليه عماره ايه. والربح التجاري يعني هنا في نيقوسيا كنت اشارك في جامعه طلاب العماره اخذ صفين الخامس والرابع استغرب يعني دول كيف وصلوا للرابع والخامس مستحيل. فسالت الاستاذ ناسو قلت له ناسو ما تقول لي كم واحد من دول يصيرون أركتك؟ قال لي فد واحد. قالت لي فد واحد عنده القابلية الباقين كلهم ما إلى علاقة بالأركتك. قلت لها زين ليش أنتم بقيهم إلى 5 سنين؟ قالت التان 11,000 باوند شان زمن الباوند 11,000 باوند تنسد الجامعة عندما نقبله.
ما بيصير هسه. الله يدري كم جامعة وتعال تدفع فلوس والمعدل هو أكبر خطأ، أكبر خطأ أنه أنا أقبل على المعدل. يا أخي هذا ممكن يصير علامة فيزياء يطير صواريخ، ليش تجيبها تحرم البلد منه؟ واكو واحد عبقري رسام هذا بالفيزياء ما اخذ صفر وبالحساب ياخذ صفر، بس مخه يشتغل ويرسم، وهذا تجيب هذا وعلمه عند القابليه يصير عبقري. هذا مال قضيه المعدل، اشياء اخر وبلا امتحان. دكتور خالد يقول لا نعلمه، ما ممكن انت تعلمه يا اخي، انت ليش لا تاخذ واحد ما متعلم؟ خذ واحد متعلم وسوي فلتن. زميلي الشابندر يمكن عنده سؤال. قريت في التشيوم. نعم هو ما اعرف دكتور شمبر كان موجود عنده سؤال، ويمكن دكتور حسين يعني رافعين ايدهم، او دكتور حسين نرفع ايده، واذا ما كنا نرجع ل دكتور حسين موجود او دكتور شبر. عندنا استاذ احمد ايضا رافعين ايدهم، ممكن استاذ حسين يمكن. السلام عليكم. معلش. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا. سعداء جدا جدا بسعادتك، ويعني موضوع جميل ورائع وبدايه جميله وطيبه جدا ان شاء الله لخدمه التحديث اللي جاي ان شاء الله في العراق الحبيبه يعني ان شاء الله. هو انا ليا سؤالين الحقيقه. يعني اول سؤال هو قد يكون بعيدا، مش بعيدا عن الموضوع قوي، لكن هو ما هو تاثير التراث الحضاري العراقي على عبقريه عماره زاهي حديد الله يرحمه؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، وانا بعتبر ان الموضوع اهم، يعني ما هي الخطوط العريضة للاستمرار في تحديد الأنماط المعمارية في العراق الحبيب، خصوصا مع مشروعات التعمير القادمة سريعا لإعادة أعمار العراق؟ يعني أعمار العراق إن شاء الله يعني متوقع الشهور اللي جاية القادمة هيبتدي أعمار شديد في العراق، يعني مشروعات بتريليونات الدولارات يعني. فإيه يعني إيه الخطوط العريضة عشان استمرار تحديث الأنماط المعمارية، بحيث إن التحديث يبقى قائم برضو على الحضارة العراقية والأنماط العراقية؟ على فكرة أنا مش معماري، أنا إنشائي يعني، بس يعني إيه خبرة دلوقتي أكثر من 50 سنة في الكونستراكشن وفي البروجكت مانجمنت. هما السؤالين دول حضرتك يعني وصل السؤالين يعني واضحين ولا؟ يعني هل السؤالين واضحين لحضرتك؟ أشكرك حبيبي، أشكرك أستاذ حسين. بالضبط، أنت السؤال الأول، زهاء حديد ترفض الاعتراف بتأثير العراق، بحيث إلي أنا من واحدة من شغلاتي قاعدين أنا وياها قبل ما أو في لندن، التي أنت مجنون، هذا الحكي تبعك جنون، فهي لا تعترف ببيئة المكان أبدا يعني، ولذلك هذا مؤثر على شغله. وهذه مدرسة أخرى يعني، ممكن أنت تنقل أي مبنى، وبالفعل مثلا هذا البعبع اللي رويتكم إياه أنا، طنطا للأوتيل البنك المركز العراقي، منه 3 أبنية موجودة في محل آخر مشابهة 100%. خلنا ناخذ علييف ممكن تشيله تحطه في أي مدينة أخرى لا إلى علاقة في قزاقستان، ولا إلى علاقة بتراث المنطقة، ولا يحتاج موقع. ويعني المثال اللي موجود اليوم اللي تأثير زهاء على اللامكان، ماذا نشوفه في دبي، في خاصة يعني في هذا الأكسبو الأخير إنه عجيب غريب. يعني حتى المدن الكبرى والدول الكبرى تركت أصالتها وصارت عبد إلى
الاستهلاك على كل، أما خلي جانب لأنه عندي بحث عليه. السؤال الثاني مهم جدا أستاذ حسين، صعب نفصل العمارة عن الثقافة العامة، عن ثقافة البلد كله. البلد هو ثقافيا كله، كيف أنا أدرس عمارة من ما موجود مسرح؟ أو كم طالب رايح إلى المتحف العراقي مسكر؟ إذن كم واحد داخل المكتبة وقاري تاريخ الأقدم من اللي موجود اليوم؟ ما في. قلت لك ما الثقافة العامة يا إخوان، دائما أقول أعرف من أنا، روح أقرأ حتى تعرف من وين موقعك أنت من الجميع، من الإنسانية ككل. العالم عم يمشي، أنا موقعي وين؟ يعني حتى المعماريين الممارسين اليوم، هل واحد سأل نفسه أنه أنا وين أنا من كل اللي عم بيصير؟ أبدا. فمشكلة الثقافة العامة التخلف اللي صار بالعراق، تخلفت ويا العمارة، تخلف ويا الطب، ما عدا الفن. أنت هاليوم أنا دائما أقوله في جمهورية ثقافية عراقية خارج البلد، يعني معماريين يدرسون في مدارس أجنبية بتشوفهم هذا، بس بالعراق ما يقدرون يدرسوا. يعني أول شيء تقاليد العائلة، الجامعة تسكر ساعة 4 العصر أو 5 العصر وممنوع تدخل الجامعة. جامعة الناس كنا نبقى إحنا 7 أيام ما نروح للبيت، قاعدين نشغل حتى نكفي شغلنا. المكتبة ما بتسكر، هذه كلها ما يقدر. ما بعدين عيب، كل شيء عيب، ما بيصير. مع أنه العمارة وتدريس العمارة تحتاج إلى تحرر كامل، حرية كاملة، الله يشتعل، تحرر كامل من هذا ما في إطار بالضبط. والشك، يعني أنا كان عندي مدرس يريدني أشك في كل شيء اللي أقوله، خاصة في البداية أكسب الثقة، بعدين بعد ما أتعلم وأعرف وأعيش وأجرب بنصر عندي ثقة حتى أتكلم. هذه عندنا كلها ما في. يتخرج صار معماري ولا كوربوزيه ويعلن بالتواصل أنه أنا أعملكم بيوت، أو يعمل هذه الشجرة شفتها مدخل إلى، يعني مشكلة كبيرة وما نقدر نتجردها. ما تقدر تجردها يا أستاذ حسين أبدا، لأنه البلد ككل، تصرف ككل، أخلاق، حشمة، احتشام، فروسية، العمارة بها فروسية، بها عطف على الفقير، على هذا. زين احنا جايين عاملين كليتنا، شو الأطروحات طبعنا بالجامعات؟ كلهم شوفهم نوادي وتور وما أدري شنو. يابا مو عندك هذا، 70% من الشعب العراقي ما عنده كفر، عايش بالعشوائيات. تروح حل هذه المشاكل أول مرة تروح عيش معاهم، شوفهم، خدمهم. هيك العراقي تقدم، وهيك. فأنا يعني محبط، مو أقول لك مؤيس، لا ما أقول مؤيس، لأنه الشباب ده يثبت أنه يوم على يوم أكو شباب قوي وجميل وممتاز وعنده رأي، مثل شباب مصر. وشباب مصر شفت شو عمل، يعمل وندر. موجودين شباب لبنان ومشاكل الدنيا فوق راسه، مع أنه صامت. أمل موجود، بس إحباط موجود، مش يأس، إحباط. إن شاء الله كنت هذه أجوبتي يعني لك الوافية. حسين صوتك ميوتد، لا تتكلم. مين؟ ما أعرف الإجابة.
بنشكر حضرتك يا دكتور، بنشكر حضرتك يا دكتور. اتفضل. بنشكرك جدا يا دكتور. بس طبعا هو يعني واضح ان التطور اللي هيحصل، لان احنا متوقعين كلنا يعني من مده ان هيحصل تطوير كبير جدا في العراق وفي سوريا وفي مصر وفي المنطقه دي كلها وغيرها. فيعني بالكلام اللي حضرتك قايله برضه احنا يعني احنا ايه يعني عمر مش بعاد عن بعض قوي يعني، واخد بال حضرتك؟ فيظهر ان احنا بقى لازم مش حن حن يعني ايه مش هنقدر نتمسك قوي بتراثنا في التصميمات او في المشروعات القريبه في القريب العاجل يعني. نعم نعم. ده اللي نقدر نفهمه يعني. نعم. وزي حديد يعني ما يا برضه احنا زها حديد ظاهره زها حديد ظاهره. ايوه ظاهره ومحترمه وفخر جد. بالنسبه لنا، بس وي كان ما نقدر نعممها. بالظبط. لا يمكن تعميمها ابدا. ظاهره هي طبعا هي لها فلتة. لكن هو دي كلمه على فكره بنقولها بعد اذن حضرتك برضه المعماريين، المعماري اللي ما عندوش يعني انطلاقه بقدر ما يكون يعني مش عارف يعني كلمه مجنون دي في العماره مش ذنب. ايه قالت لي ده انت مجنون انت. دي مدح شاكرين جدا واستمتعنا بالقاء. انا اشكرك وشرفنا ان احنا سمعنا صوتك. الله يخليك. شكرا حبيبي. تتحفنا كده ان شاء الله بلقاءات ثانيه قريبه ان شاء الله. شكرا يا دكتور. الف خيرك. شكرا. دكتور شبر رجع لنا، يمكن موجود. لا تفضل دكتور شبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل دكتور. كل الشكر للمنظم دكتور زهير ودكتور معاذ الألوسي، يعني فخر انه اسمع صوته واتواصل وياه. واحد ما يصدق انه فرصة هيك يتواصل. ماذا اعرفك قول لي. انا دكتور شبر فلاح، تخرجت من الجامعة التكنولوجية 2001 و 2004. ايوه يا هلا حبيبي، يا هلا زميلي. دكتورة، وانا هناك بالولايات المتحدة كنت اقرا على المسابقة مال فنتشوري مال العفو جامعة الدولة الكبير، فشفت السكتشات مالتك ورحت يعني هواي مكانات، رحت حتى الارشيف مال بوقتها رفعت العفو محمد مكية ولقيت هواي شغلات بالارتشنت. فالواء لو تحكي لنا شويه عن الاجواء اللي ما انكتبت مال المسابقه مال الدوله مال جامعه الدوله، اكو اشياء ما تنكتب يعني انتم تعرفوها بيناتكم. هاي الحلوه مال حضرتك بنشوري ريكاردو بوفيل، شلون قعدتوا شلون ضحكتوا وين تناقشتوا، هاي الاشياء شويه تتحفنا بها شي ذكريات حلوه نتونس يعني نسمعها من حضرتك. لا أنا معاصرها كلها، معاصرها وياه. وبعدين عندي الأسرار، لأنه المرحوم جنين كتانة الخبير العراقي بالعمارة الإسلامية اللي بالجوري هو توفى مؤخرا، هو كان عبقري يعني ما من يفهم بالعمارة، العمارة المساجد وباني كثير عمارات. إيه أستاذ هو دفتني جنين، ما أعرف إذا مدرسك ها جنين، كان هو أعطاني التقرير الجوري. بس لمعلوماتك في ذاك اليوم ذكرتها أني في مجلة ميمار اللي تبع الأغا خان في العدد 17 موجود بالإنترنت، موجود مقالة حول جوامع وحول المسابقة اللي كاتبها كاتب ناقد فرنسي مهم اسمه برنارد ويت HUET يوت، كاتب التفاصيل عن وين الخطأ بالجوامع الستة وين الصحيح ومنه الأصح. أنا أتركها بس هذا يقراها تفيد، كلش تفيد. بس أنا من ناحية الجوري وما حكيها قليل حكيها، حسب التقرير
حسب التقرير أكثر من ثلاثة في أول راوند ديسكواليفايد. أول راوند أولهم فانتوري مع الأسف. أقول لك فانتوري مع عامل معماريا قد أسميها أني فلتة، مع عامل معماريا من أجمل ما تكون العمارة، هائل، بناء هائل، مع الأسف لا يصلح أن يكون جامع. هذا العيب اللي فيه كان، ولذلك disqualified. يعني مع الأسف هو سقف الصحن وهذا رفضوه. اليوم دي سقفون الصحن في كربلاء في النجف، عم بيسقف السقف الصور. هو اللي انت سقفزه. تستغربوا اذا من مين الثاني اللي disqualified، اذا اقولكم اياه وما راح اقول اسماني لان ما اريد اقول اسمه، بس لانه حائط المحراب في نصف دائره عامله. حائط المحراب لازم يكون خط مستقيم، ما في هايراكي. يعني من هذا الحائط المحراب من صار هذه الدائره ضد كل القيم المعماريه الدينية، أي أنه أدخل الهايراكي. يعني راح يصير الإمامي وراء أربعة خمسة، رئيس الوزراء وياهم ثلاثة أربعة خمسة من هذا، وراء عشرة وراء خمستاش إلى أن يجي الصرة. هذا ما يصير بالعمارة. ولذلك حتى العثمانيين من رادوا الخليفة يريد يروح إلى السلطان، يريد يروح للجامع، سووا له منصة لا تقعد لي قدام وتخربط الوضع. لو توقف ويا المصلين مثل ما يوقفون هسه كل الزعماء، يوقف مع المصلين كلبل. لا فرق بين عربيين وعجمي إلا بالتقوى، لا أسود ولا أبيض، لا فقير ولا غني، ما عدا هذا خط واحد. من صار المحراب مدور، الحائط المحراب، حائط المحراب، حائط القبلة مدور، disqualified أحد المتسابقين. والله عمل الصحن مشجر، يعني ما ممكن للصلاة. هذول الثلاثة وبقينا ثلاثة. تاكاياما اللي عامل البوديوم طلع لي قدام، الياباني طلع لي قدام، بقى التنافس بين الثلاثة الأوائل. أذكر الأسماء. وهذا أخذ ثلاثة أيام أربعة أيام. تقسموا الجوري، قسموا، رفعت الشادر شيء، صوته كان لا يسمع بسبب أنه أحد المشاركين معاذ الألوسي، والواحد من المختلف عليه ومعاذ الألوسي، فتركني، ترك الجدال. جنين يقول هذا المبنى بغدادي عراقي بكل حذافيره. كوبان يقول لا هذا اسلامي لازم وما بهم. ولذلك كوبان فضل فنتوري وجنين فضلني إليه. شو من جاء رفعت راد بوفيل، فاتفقوا انه هذول الثلاثة يشتغلون سوا. فراسم وبالتأكيد يعني جامع راسم هائل، جامع راسم جيد، بس انا يمكن لانه تطرف عراقي فيه يعني اكثر من اللازم الجامع. وهذا ما يقوله ويت، ويت يقول بس جامع معاذ هو الجامع العراقي الصحيح. هذا ويت يقوله في مقالته قصص طويلة. على كل ما يحدث بالجامع إلى اليوم هي مستمرة الجدل، هل ممكن المعمار يكون مفتي ويفتي بناصر؟ يعني مثلا
الجامع المثمن في الأردن المهم هذا ما يصير، ما يصلى به. أو حتى أجيب لك مثال، طلب مني مراجعة جامع الشيخ زايد قبل بناء موجود، شفت أنه جامع ما ممكن يصلوا فيه، والسبب بسيطة كلش بسيطة، ولو يشوفون كل جوامع الدنيا القبة تنزل على أربعة، ما يصير تنزل على أعمدة مش مربعة، والسبب أنه صفوف يسموها البلاطة والسكوب، هذه بلاطة وديك سكوب، البلاطة والسكوب ما ممكن تعملها إذا مو القبة من هي مدورة جواها مثمنة تنزل إلى مربع حتى تنزل للأرض مربع، نسميها الدرم الطبل الحزام، الحزام نسميها، هذه كلش مهمة. جامع الشيخ زايد هاي ما موجودة، ما يقدر يصلي، بس أنا أكتب التقريري وراسم بدران كاتب تقريري، وسوها أزجان اللي هو هسه أستاذ في جامعة في إسطنبول، هو كان مدير الأخ خان، ثلاثتنا بعدين أنا قرأت التقارير، ثلاثتنا راضين أنه يصير. أنا قلت لهم حلها، وكان لي حل أنه أسوي مكتبات بالداخل بحيث أنه أرتب الهاي، بس سوها أزجان اقترح أنه يبقي ويمدحون الشيخ زايد أنه وقف الشيء الغلط، لأنه ما ممكن، بس ما كنا نعرف أنه راح يصير هو مقبرة سالم، هو تومز إلى الشيخ زايد كان ماذا، وإلا موافقين به. فالجوامع لها مشكلة، في شخص في العراق اللي بعد جنين مراه، يمكن هو الوحيد اللي دارس جوامع العالم كلها وكيفية الاصطفاف، ومع الأسف ما دينشرها لأنه أنا قاريها كلها ممتازة، ولد اسمه زيد سعداوي يفهمها، أركتك معماري عراقي. إيه قضية الجامع بعدها بحارة، وشفت شو صار ورانا، يعني صار جوامع داري مثل شيخ معروف، اللي الشيخ معروف من أقدم جوامع بغداد اللي تحول إلى صحن طائر، وطير راح يطير، وأنواع الألوان القبيحة، عقرقة عقرقة يعني للإخوان العرب يعني ضفدعة. فهيك الجوامع دا تمسخ مع الأسف، ويسموها هذه في التاريخ يعني محموش إلا لوسفي كتاب بال 37 اسمه جوامع بغداد، يسموها جوامع ضرار، جوامع ضرار غير موفقة. الجوامع لازم تكون جوامع تقوى، يعني جوامع ضرار شو يقصد بي؟ يقول لك جامع فلان ابن فلان باسم هذا جامع ضرار، حتى شنو يقول الله رحمة الله، الجامع الزين انه لازم جامع تقوى، جوامع تقوى ما عندنا اليوم، وبدت من جامع ام الطبول ما لنا علاقه به. على كل القصه طويله مال الجوامع، انا افضل انه ابتعد عنها، يعني انا عمل جامع اثنين ثلاثه بس أنا غير شكل، أنا أعتقد أنه ما ممكن، أنا ها مثل خالد السلطاني وقف ضدي بالجامع لأنه يعتقد أنا مجدد، ليش بالجامع ما جددت؟ ما أقدر، هو يعتقد أنه أنا شجاع وأقدر أجدد وأخذ خاطر وأجدد، ما أقدر أجدد بالجامع، ما أجدد أنا. لأنه ما أعتقد، لأنه يمكن لأنه أنا ما أعرف أعرف بس هذه ما عن الإسلام إنه الحد الأطر والهذا، إيش قد أنت حرية خروج منها ما أعرفه. على كل شكرا جزيلا سعد، يعني يمكن هذا الحديث عن الجامع وعن المسابقة يمكن بعد الحلقات مو حلقة واحدة، إن شاء الله تكون لنا فرصة ثانية يعني الاستعراض هذا، لأنه بيه ظاهر كثير من مثل ما تفضل الدكتور شبط من الخبايا اللي موجودة، يعني
سيد العارفين بها. هواي هواي بيعجي هواي هواي هذا المقالة مع الهوت ممكن نسوي عليها ندوة إن شاء الله إن شاء الله بالقريب العاجل. أن يعني الكثير من هذه المرفوعة الأسئلة ما أعرف وقتكم يسمح أستاذنا الغالي الإجابة عليها. اسمها ميمار المجلة هي هاي تقصدها تسأل عليها؟ لا لا أقول كثير من الأساتذة رافعين أيديهم للسؤال فأتكم مجال يعني تقبل. أي لا ما عندي ما بالعكس أنا وياهم. أي وياهم أصلا إذا كطلاب إذا كطلاب والله هو الكثير من الطلاب كاتبين شات بوكس وفعدنا هنا الأستاذ راسي يمكن كان أستاذ وسيم ناغي رئيس اتحاد تحوظ المتوسط للمعمارين فيمكن أستاذ راسي إذا تتفضل يعني تفضل سؤالك. منو؟ أستاذ راسي يمكن كان عنده سؤال. راسم؟ راسي راسي أي راسي أوكي نعم. الصوت مسموع؟ أوكي نعم. أول شيء بتشكر كثير المعمار معاذ على المحاضرة القيمة. من خلال قراءتي لكتاب الأخيدر والقصر باللوري للمعمار رفعت الشادرجي خصك المعمار رفعت بلحظة انتسابك للاستشاري العراقي وأيضا لما حضرتك تركت الاستشاري العراقي والأجواء التوتر يلي كانت موجودة في المكتب. وحتى في بس أنا سؤالي كشخص كنت ملازم للمعمار رفعت الشادرجي كنت حابب أعرف النظرية الجدلية في العمارة واللي خصلها كتاب شارع طه وهامر سميث إلى أي مدى كانت ذا صلة في المطبخ اللي كان في الاستشاري العراقي لما كنتوا بتقوموا بالتصاميم إلى أي مدى كانت هي النظرية تسخر لأنه في كتاب شارع طه وهامر سميث كان عم بيحكي عن دورها كشيء كان بيساعده في عملية الدراسة كطالب وهو بعدين كان قدم أطروحة فيها ولكن احنا ما عرفنا بعد ما تخرج وبعد ما النظرية وضعت قيد الاختبار الميداني إلى أي مدى كانت عم تثبت صحتها أو إذا هل تم تسخيرها في سبيل التصميم التصاميم المعمارية في مكتب الاستشاري العراقي أو لا؟ شوف أنا راح أحكي لك أشياء اللي هو ما حكيها. رفعت من البداية بالمكتب كان عنده بحوث في الجدلية من كان في لندن موجودة تركها وتوجه إلى الشيء العملي. نجي أول أعمال اللي عملها رفعت من أعمال جميلة موجودة دار منذر منذر منير عباس دار باهر فايق دار محمد عبد الوهاب بناية كتخدا بناية الشوربتشي هذه الأعمال كلها لا تتم ولا تنم بأي شيء عن جدلية. نشوفون جاء طالب فريش في عنده تشالنج بالعراق شاب يريد يحدث وأنا استغرب لأنه في الوقت ذاته هو كان صديق جواد وجواد من الناس اللي طبقوا الجدلية اللي يقصدها رفعت الإنتاج كلها وهو انتماءه إلى البيئة اللي يعني دا أحكي عليها بالفن بالمناسبة اللي لا زالت مستمرة وقوية يعني حركة قوية بالعمارة. لا بعدين أنا أقول لك في سنة 1965 في مسابقة بلدية مسابقة وزارة البلديات في باب المعظم اللي ما تنفذ بين الأوقاف في باب المعظم واحدة من التورس كان شجاعة. أنا كنت راجع من لندن بوقتها بعد ما أخذ السباتيكال من المكتب
كان من الشجاعة يعني، بحيث أنا مو بس متخوف يعني excited مثل ما يقولون، إنه دخلنا في طور جديد، في فكر جديد. وبالفعل المسابقة ما ربحت، بس الجوري كتب تقرير الفائزين بصفحة، ولماذا أنه ما أعطونا الجائزة بأربع صفحات، ليس ذكراني التقرير. فمن ذاك اليوم بدينا إحنا في خلفية موجودة. الجدلية الحرفية بعدين هو بدأ يترجم الشغل على جدلية. الشغل كان ما خدنا مثل ما دا أحكي لك كان اليوم بمدرسة، بنوع من الانتماء حتى في العيش. أقول لك يا كنا يعني طريقة عيشنا كانت أخرى، طريقة نظرتنا للموضوع كله، الحياة كان شيء آخر، للأكل، لللبس، للفن، للمسرح، للسينما، كله 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 كان يختلف. تحليله والتسبيبه من راح إلى السجن وقعد كتب هذا الكتابة مع الخيبر. حقيقة غير أنا همنا لأول مرة أحكيها. التواصل في أخير سنة من شفته يضعف بيني وبينه، وأنا أريد إلى أن مات أسمي أستاذي، لأنه فضل في حياتي كبير، و يعني فشفت أنه أنا ما أقدر أستمر، وأسباب أخرى أبداً ما كان بيها، بس هو معجب التركي حقيقة غير يعني تأذى. أديت أنا يعني كان متوقع مني شيء آخر، أنا أقولها صراحة، بس أنا كان ما يعني مفروض. وبعدين هو اعترف أنه ما سويت أنا صحيح، ولذلك بقينا إلى أن يتوفى إلى آخر يوم أنا صديقه وأخويا وأستاذي وزميلي ومعماري. أيوة. فهسه تعرف أخ أنا مؤخرا من شفت عممت شيء فنوع من الرجوع، ما أحلى الرجوع له، عممت شيء أنه أي واحد ما يحق بعد يحكي على الاستشارة العراقي غيري، لأنه أنا أكبر فترة قاضية فيها مو 14 سنة قبل ما أترك، وبقينا متواصلين في بغداد من شغلة شارع حيفا ومستشارة مع العاصمة. إيه ما يهمني رفعت، وما أريد أنه أي واحد يسف بحقه أبدا أبدا. بالجدلية ما أقدر أجاوبك، لأنه هذه ليش أقول لك كان صاعدة نازلة عندنا بالمكتب، حسب المشروع حسب الإفكار، وكانت التأثير مالها صار مثل ما أنا هسه دا أفكر. أنا كل هذا الحكي ترى بعد ما توقفت عن العمل المعماري، بقيت أشوف أنه أنا هذا ليش تصرفي هذا، يعني صوروا هذه مال البلاغة الصورية، يعني بال85 كاتبة مقالة على البلاغة الصورية، أنه كيف أنه العمارة لازم يكون بها بلاغة تنم إشارات وإيماءات وحتى تعرفك مثل اللغة. هذه يعني بال85 كاتبها بالآراء. كيف هسه بديت أشوف أنه أنا ليش كاتبها، وشو هذا المعتقد، وليش هذا الموقف كموقف. يس الجدلية كانت مهمة بالنسبة لنا أبدا، موقف ماخذين إحنا موقف لا نحيد عنه أبدا إلى اليوم.
أنا اليوم صرت يمكن أكثر متعصب ومتطرف، قبل كنت أقول مدرسة أخرى أحترمها، إيه هسه أنتقدها، أقول مدرسة أخرى أنتقدها. I hope أنه يعني أنا أجبتك على تساؤلك. شكرا جزيلا لك. الله يخليك. شكرا جزيلا تعرف، شكرا جزيلا لك. موجود ضمن الرافعين ايدهم احمد احمد استاذ احمد رجاء، يمكن تفضل استاذ احمد. نعم استاذ احمد تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. عليكم السلام. نشكر أستاذنا الكبير عادل آلوسي ونتمنى يعني الصحة والعافية على هذه السياحة الثقافية وهذه البغددة. بغددة حلوة. حلوة حلوة. يعني اللي يسكن على دجلة وبالعظمية وبغداد وبنص، يعني أكيد هذا يكون مليء بالبغددة اللي وصلتنا من هذه المحاضرة. وبصراحة يعني إحنا عندنا اغتراب ثقافي، سواء ثقافي عام وسواء ثقافة المعمارية. حبيت بس أسأل جنابك على نقطة، وهي أنه الحرف المعمارية التقليدية اللي اندثرت، يعني إذا المعماري برؤية جنابك يعني يحب يعني يعود للانتماء للتراث، خلينا العربي والإسلامي، بس هذه فقرة يعني الحرفيين أو قسم من الحرف، يعني أسرار الحرف والنوهاو يعني ذهبت مع أصحابه، فيعني شلون جنابك يعني ملء هذه الفجوة الحقيقية، يعني هي سواء يعني يعني حرف المعمار الشعبي أو المعمار التقليدي، يعني حاليا إحنا نفتقر إلى هذا الشيء. ناهيك عن فقرة التعليم الأكاديمي المعماري، يعني الاغتراب بمسألة التعليم، بس إذا حبينا نعود يعني إلى التقاليد والانتماء واللغة المعمارية، فهذه مسألة اختفاء الحرف أو يعني اندثار الحرف والحرفين، ما أعرف إذا كان سؤالي يعني واضح. أول شيء خلينا نفرق بين التقليدي والتركة. أنا ما أسميها عمارة تقليدية، هاي سببها هي عمارة محلية، بس ما أسميها تقليدية لأنه التقليد من اسمه أنه ما بيتطور، مثل مضيف الأهوار هذا عمارة تقليدية بالمنطقة، تقليدية على عيني ورأسي وتبقى تقليدية. في هذا التطور موقعها تكون في المتاحف، في المعارض. أبدا الحياة صايرة، يعني أنت لو نأخذ الألمان الحياة التقليدية اللي عندهم كثير، وهذه الأسماء كل واحد من 24 حرف، هذا ينظف بس مدخنة الباجة مال الدخان، هذا يمر مثل ما عندنا شلون شراخ للشاشين، الأخ الفرفوري، هذا النداف، هذه كلها صارت جزء من المتحفيات. التقليدية لا تقاوم التطور. في العمارة التقليدي لأنه هو تقليدي باقي، اسمه تقليد، ولذلك أنا ضد كثير من المعماريين يقول أنا أشتغل تراثي، شي يسوي يقلد، أي يأخذ عربسك شباك عربسك ويحطه بالبيت، على هذا شنو بالله دا أنطي طابع، هذا مو مثل هذا، مو تركة، هذا مو أنا المقصودة. المقصودة لا، أنت أعمل بفكر ومسببات وبيئة ومعاصرة اليوم. أنا ابن اليوم، أنا بشقد ما أكون أنا بغدادي وابن العظمية، ترى أنا ابن اليوم، أنا ما أفرق عن أي ألماني
مع انه عايش بالمانيا وزوجتي المانيه وابني يعني. بس انا افرق احكي لك مثل مهم جدا. وليش انا تعرف ابن العظميه وعندي شختوره انا مسويها من تنك والجسر هذا من كان يبني انا حول الجسر ده اتفرج ليل نهار انا بالبحر بالنهر اعبر وارجع واعبر وروح للسايلو وارجع العظميه كلها انا فارها بالمي سبح هيك علاقتي بنهر بغداد. من درست عماره ورجعت ثق انه شفت دجله غير شكل احلى 100 مره من قبل. ليش؟ لانه انا مواكب الانسانيه كيف تفكر وكيف تقارن وما هي الاستاتيك فاليو. يعني شفت انا قارنت دجله مثل فسحه سان مارك ساحه بطن دجله هذا مثل الهايد بارك بنص المدينه فراغ نفس الشيء انا يجري بعد اجمل هيك قمت اشوف دجله. انا الحائط الجدار الطابوق مال سينما العظيميه كان عندي شكل وهلا شكل من رجعت بعد الدراسه. فالتقليدي تركه التقليدي فتفهرس انحط بالتاريخ وراح زمنه سجل راح زمنه متحفي اس مال نحافظ على ذيكي كل البيئة ومثل الجدلية ما رفعت هذا الشيء كل البيئة وكل احتياجات البشر انفقدت للتقليد. يعني أنا أجيب لك مثلا من أحد سياسيين بغداد في المنطقة الخضراء عمل له مضيف جابه من الأهوار وسوى له مضيف من هذا مال القصب هذه قشمرة هذا مو محافظ على التقليد. التقليد شوف الحد يعني منارة هسه أجيب لك المثل هسه في منارة بالسوق نبيعها بسوق مريدي ها من حديد أو من فابريك وباشن اللي يريد يسوي جامعة يروح يشتري منارة. هذه حرفة دا يريد يعوض عن حرفة ما يفيد. هو الحدث العمل الفترة الزمنية المعاناة وراء هذا الشيء لازم جزء منه جزء من المنتج. ما أقدر أنا أجيب أخلي واحد أجبره أعاني وأقول له تعال الابني بالطوف. ولذلك تشوف البناء لأستاذنا الكبير حسن فتحي من كان يبني بالأدوبي صار اللي يبني بالأدوبي في بحيرة سيوة من المليونيرية مش لأنه بناية البور ابدا صارت بنايه ذرج. ونفس الشيء عندنا احنا الطوف مالنا هسه اللي تريد تبني طوف اغلى من بناء الطابوق هذا التقليدي ما يشتغل. وانا بالنسبه لي من بالكرخ سوينا سيرفي للابنيه اللي لازم لستد جماعه كلهم قالوا لي تعرفنا احنا ياهو اللستد جوابي كان بكلمتين وبعدين أنا أقرر إذا أشوفه. أي شيء شوفوه ما نقدر نسويه اليوم أو ما عندنا العمل أو كلفته كلش عالية تصير إذا نسوي اليوم هذا الاستد لازم يكون أي أنه ما نقدر نسويه هذا تقليدي ما نقدر نسويه اليوم راح لا عندنا الوقت ولا عندنا القرصة ولا عندنا النوهاو ولا من الصحة أن نسوي. خليها تروح تبقى متحفية الشيء في التطور. في اللحظة اللي احنا نتجمد بهالموقف ما يلومونا عليه يقول لك انت تستخل العواطف وتبني هذا وتستلهم التاريخ هذا اجي جنانة. التقليد شيء اخر مفهوم حبيبي احمد؟ أستاذ أحمد تسمعنا كانت الإجابة إن شاء الله وافية أكيد. إحنا ننتقل يمكن للشات بوكس إذا عندك مجال أستاذنا. يمكن سألت على دكتور شابندر هو سأل سؤال ما هو رأي الأستاذ معاذ بجناح العراق في إكسبو 2020 يمكن جاوبت أو تحب يعني تضيف على الإجابة.
حتى ننتقل بعدها لا أفهم، مثل ما تفضلت أكو أسئلة من طلبة. هذا السؤال حقيقة تردد علي وطلب مني أنه أكتب مقالة عليه. أفضل أنه أربع بنفسي، خل أقول نعم. هذا لأنه عندي موقف من الإكسبو بأجمعه، نعم بأجمعه، ما غير العراقي والعراقي كل ارتكبوا ذات الجريمة. نعم فعلا، يعني من خلال الاطلاع على بعض المشاريع، يعني مشروع سواء الإيطالي أو الألماني، كثير من النقد يعني من المعماريين المحليين كل من نقد مشروعه بشكل أو آخر، حتى المشروع المصري برغم جماله يعني الكثير من يعني المعماريين المصريين احنا الآن في يعني على منصتهم بمارابيا أيضا انتقدوا. فأكيد يجوز راح نسمع من عندك في وقت لاحق، أي يعني مثلا يجوز على تقرير كامل على إكسبو إذا سمح وقتك في، أو تحب الآن تكلم في الشيء دكتور أسامة. ما فهمتك، ما بتفهم يعني زهر. العفو ال هذا أعذرني، أعذروني على إيه لا لا هو هو إيه يعني نتأمل يعني تكون فرصة أو في طريقة ما لأنه استعراض. لا راح أكتبها، راح أكتب في المقالة طويلة على كل إن شاء الله. كله أتجنب العراقي أنا، لأنه أتجنب العراقي وهي تفهم أنا ليش أتجنبه. أكيد أكيد أكو كثير، أكيد كثير من يعني اللغط بخصوص المصممة. سؤال أعتقد من الستينات على أعتقد هي طالب الدراسات العليا، يعني السؤال باختصار الصوتيات في العمارة المحلية تعتقدها كانت تقنية موجودة في العمارة العباسية وخاصة المدرسة المستنصرية، هل من الممكن استخدامها في الوقت الحالي رغم ما هي تتكلم عن التقنيات الحديثة؟ أعتقد أنها بحث في هذا الخصوص. لا أنا ما بالضبط هذا اللي ده أبدا أبدا أبدا، كل أنا معاصر، أنا ابن اليوم. أنا ما قلت لك أنه يسموني ابن بعد الحداثة، أنا صاحبي فنتوري يعني. لا لا أبدا، أنا ما ممكن أستعمل التقنية القديمة، بس قل لي لازم أعرفها. أهم شيء على آني ابن هذا ابن هالبلد لازم أعرف تقنية مين هذا ومن وشو عمل كيف عمله وليش عمله. يعني أنا مع الأسطوات كلهم علموني كتير، أبان النجارين النجار أنا مهم أي كلها أي، بس أستعملها أستغفر الله لا أبدا. أنا معاصر، أنا ابن هالوقت مأثرة فلسفة الفلسفة الجديدة علي، الحياة كلها يعني حتى الكورونا أثرت علي. لا لا ابن اليوم، أنا ما ممكن أنا أستعمل أي تقنية قديمة. هسه أنا قلت يأخذ شباك قديم أو يروح للنجار يقول له سوي لي مثل الشباك وحطه من دون أن يتعب نفسه ويعمل شباك بنفس الروح، هي هذا اللي أنا أريد. ننتقل يمكن سؤال أستاذ وسيم كان رفع رجعنا موجود رفع إذا أستاذ وسيم تحب تتفضل تلقي سؤالك. يسعد مساكم، شكرا على الفرصة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا عذرا أستاذ معاذ، ما بعرف إذا بتتذكرني نحن صديقنا المشترك حبيب صادق في بيروت التقينا عدة مرات. إيه طبعا 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 هو موجود هلا لازم وينه ما أعرف. أنا والله بسبب البوست حطه على الفيسبوك حطيت ريمايندر لأحضر المحاضرة. يا أهلا أهلا بيكم والله مشتاق لكم ويعطوكم العافية، يعطيك العافية الله قلبي معاكم. الله يكرمك الله يخليك الله يفرج علينا وعلى كل الوطن العربي. أيوة. أستاذ معاذ بالحديث عن الإكسبو اللي بفهم تماما موقفك أنه كونه لا يزال فعاليته جارية، بدي أرجعك شوي لفكرة الإكسبو اللي بدأت بالقرن 19 بأوروبا مع بدايات الثورة الصناعية والحداثة، واللي وصل لعنا على العالم العربي بمعرض دمشق الدولي ومعرض بغداد الدولي، وكان في بتركيا معرض إزمير الدولي، ولاحقا بمطلع الستينات صار عنا معرض لبنان الدولي اللي يتنفذ بمدينة طرابلس، واللي للأسف طرابلس. أيوة أيوة صحيح، ما بعرف إذا صار لك فرصة زرته. ايه رايح له وصلته. ايه ممتاز. ايه وكلت سمك طبعا هوني.
طبعا صح. وانا طبعا هذا المنتج المعماري للراحل اوسكار نيماير في جدليه كبيره عليه، ونحن عم نتابعه مؤخرا لادراجه على، هو صار مدرج على لائحه المؤشر للتراث العالمي، ولكن لم يتم بعد العمل جدا. انا بحب اسمع رايك بموضوع الهويه لما معمار بموهبه وعبقريه نيماير وكل اجيال الحداثه الاول والثاني بيجوا بيعملوا مشاريع خارج دولهم وخارج نطاق ثقافتهم وبيستعملوا مفرداتهم المعماريه ولغتهم المعماريه، شو تقييمك لهالتجربه وكيف بتشوف يعني شو بنرد على اللي بيقولوا انه هذا المكان لا ينسجم مع الفكر المحلي او اللغه المحليه للعماره بلبنان، وحتى المقياس السكيل تبعه والفلسفه تبعيته وللاسف هو لم يقدر له ان يشغل برغم مرور هلا اكثر من 60 سنه على فكرته. ما رايك انت بهالتجربه وكيف بتشوف تقييمك لهالتجربه وكيف يجب ان نتعامل معها بالمستقبل بما يخدم البيئه المحليه بطرابلس ولبنان؟ شو انا رح ارجع جوابك الى شقين رح اقسمه. اولا انا الاكسبو مو ضد نهائيا لانه كل الاكسبو اللي عددهم كان بها كونتريبيوشن، واخير واحد الاكسبو تبع ميلان الكونتريبيوشن ماله من ناحيه البيئه والعماره الخضراء كان هائل. يعني انا اتذكر في جوري في عمان بنات عاملين تور في الويب ده كله أخضر يبيع مخدر سوق تحته. سألتها البنت قلت لها أنت شفتي أكسبو ميلان؟ قلت لها إيه. قلت لها شفتي البافيليون تبع الأمريكان؟ قالت إيه طبعا. لا أنا استاذ مين أخذت الفكرة تبع الأمريكان كان أكبر مساحة فوتبول ستيل ستراكشر كله زرعي يبيعوا مخدرات منه خضروات طماطم وهذا. البيئة كانت كل اكسبو كان دا يقدم ثيم اللي يفيد البشرية من الاتوميوم مال تبع بلجيكا الى طرابلس الى الشام. انا حاضر الشام كنت من اجمل ما يكون مال الشام. فهذا الجديد نترك أحسن 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 إيه شردت نجي على المعماريين اللي يترك بلده ويروح. أنا شخصيا من رحت إلى بلاد أخرى مثل أرمينيا ويرفان و كونغو برازافيل كنت أبحث لشوشوان أردل إشي إنه اللي أتواصل مع البشر اللي موجودين. فشلت في الكونغو لأنه ما في ما سميناه بوقتها جني المكان جينس لوكي. فالجينس لوكي مال كونغو ما موجود. أوكي المشكلة اللي أنت تتحكم فيها وده تحكم على الأجانب لأنه الأجانب الطبالين هم اللي يختارون. ماذا نختار أخو سام اللي واحد مونيو كراتسي أحد انطاهم بناية مونيو انطوا برا برلين والله هي باني بناية في برلين بالطابق 15 طابق من أجمل ما يكون راح بناية برلينية يعني الأوشتلونغ مال برلين 1910 من بدأ زمن إلى وسيعينعاد كل ده يصير البيئة اللي موجودة في برلين بنايات برلينية كلها حتى وصلت السائل الجلاس والمثلث. إحنا اللي ده نختار على اسمنا نختار فرانس جيري أو نختار هذا اللي شو اسمه اللي ماخذ وردة من الصحراء وعملها ميوزيوم أو ناخذ اسم. احنا ناخذ زها حديد جيب الاسم اللي هو ما معترف اصلا بينا هو معترف
بالمانرزم تبعه، هو يريد يحط، لا اللي هم يختارون معماريين مثل دينيس فانتوري. فانتوري لو شوف البنايه اللي انا عاملها من بغداد، والله بغداديه 100%. هم هو جامع اللي سواه فانتوري، اقول لك جامع هائل، بس الغلط بالترتيب، ما يصير جامع، بس هو كفكر بغدادي out of this world. هم مدى يختار، شفت الانجليز اللي سووا هذه جامعة آل البيت ببغداد اللي ورجيتك اياها، ولا هذه ومسبل المتحف العراقي، هذول هم اليوم اللي الفلوس اللي عم تختار تجيب واحد مثل روجرز يعمل لي شراع على هذا هو التراث، ويسوي لي اوتيل يسموه وهذا هو التراث. مدى نجيب احنا، هم مدى يختارون الاصيل، دي يختارون الطبال، حتى يقول لك انا جبت فلان وسوى لي فلان. زاهد على شو انه جابوها على بنك المركزي، ما تقول لي بس اسمها كظاهرة. عندي مبنى زاهد، جت في قبرص عملت جسر بيزنطي زين، وتو ايش يسموهم باستيوني، تو باستيونز فينيقي من فينيسي من فندقي زين، شالتها وعملت كل شراع كونكريتي من هذا. اي فهم جاب هلا متندمين. فهو السبب اللي الأجنبي اللي دا يطلع ويروح يشتغل ودا يكلفوه مو ذاك الأجنبي اللي هو محترم. روب كرير، وأنا روب كرير كل شغل ما عندي، ولا ليون كرير، اثنيناتهم هذول كلهم من الناس اللي يعتقدون بالموقع. وقلت لك فانتوري واحد منهم، فانتوري كلش مهم إنه فانتوري عمل بناية في بغداد جديدة، أنا ويا العراقي الشريكة بناية بتجنن جنن شون فق. أما السكيتشات ماله بس افتر بغداد، وقف قدام بيتي وقال لي ما عاد شوف ديك النخل، كل شغلكم نخل. هذا اللي حكي ورويتك السلايد هذا من فانتوري، هو اللي جاب الفكرة لي. اللي ما تشوف، شوف هذا كان داير شوف عبر النهر النخل كله هيك، قال لك طلع هذا، حتى اللي تقرن استطاع الجواب عن النخل هاي قبل الجامع، قبل مسابقة الجامع. هم ما عم بيجيبون الناس اللي يجيب الاسم، شو اسمه الفرنسي اللي عمل نسيت ابو الموند عرب النوال تقصد، شو اسمه جان نوفيل، جان نوفيل هذا المشبك فوق الميوزيوم هذا يعني تجارب براسنا عم بتصير. من ده يجيبون قلت لك مونيو، ولا ده يجيبون كراسي، ولا يجيبون ألداروسي، ولا يجيبون سكاربا. سكاربا اصلا ما من يحكي لاتيني أصلاً. هو كله منتمي في كتير خاصة في إسبانيا وإيطاليا ممتازين. شكرا جزيلا أستاذ، يمكن شفت لأنه أستاذ حبيب صادق موجود الآن، لا يتفضل. أصحاب الله مساءكم أجمعين، تحياتي أستاذ معاذ. أنا يعني شهادتي مجروحة على اللي قلته طبعا لأنه أنا يعني استمتعت كتير بهذا الحكي كتير أنا وياك. أنا أنت بديش أفضحك، قلن هذا الثرثار الجميل معاذ، هو الثرثار الجميل أو حكواتي العمارة العربية اللائقة. فبعتقد يعني كانت جلسة جميلة، خاصة بالاستخدامات المدخلية اللي استخدمتها
يعني مسألة التركي، يعني اضطريتني أكتب. عادة يعني كنت منتظر هذا التسجيل. مفهوم الهوية باعتباره مفهوم واسع، يعني أنا بعتقد المسألة اللي طرحها الأستاذ معاذ هي مسألة اليوم عم تشكل جزء رئيسي من نقاشاتنا، وشي اللي بالآخر سأله زميلي وسيم اللي هو معنا بمؤسسة الجدرجي من أجل العمارة والمجتمع، واللي نحن بننظم جائزة من أجل العمارة وبعض الاجتماعي. أنا بعتقد يعني كتير كان مهم المدخل اللي عمله معاذ حول هذا الموضوع اللي له علاقة بمسألة ماهية العمارة. العمارة أنا بعتقد يعني يمكن لما نسألك زميلنا رافي حول الجدلية، أنا بعتقد العمارة هي ظاهرة قائمة، بعتقد أنتوا أسستوها بالمكتب الاستشاري، يعني باعتبار العمارة ظاهرة اجتماعية تستخدم الفنون والعلوم، ولكن هي عمارة تنتج منتجا إنسانيا. هذا البعد الجدلي للعمارة باعتبارها جدلية العلاقة مع المنتج في زمنه، في زمنه. أعطيت أمثلة رائعة جدا، أنا استمتعت بالأمثلة مع كل إرباكك التقني يعني. بس العواطف، ما في عواطف، تقول أن لازق عاطفي. فكان كتير مهم كيف ممكن يعني النماذج اللي قدمتها كيف يستلهم الواحد من خصوصيات المكان. أبديش سمي من التركي، لأنه كلام ترمينولوجيا، مصطلح كتير رائع هذا اللي عم استخدمه. كيف ممكن الواحد يستخدم من التركي جدلية العلاقة بين المنتج المعماري في زمنه المكاني وزمنه الأصيل اليوم، باعتباره نوع من الصورة اللي ممكن أنتوا طرحتوا بالعالم العربي بالتحديد هذا الجيل، تحرير المحتوى من الشكل، وليس بالذهاب باتجاه الشكلية المعمارية، بل الذهاب إلى شيء. نحن بإحدى، وبيتذكر معي وسيم، نحن بإحدى جوائز رفعت كنا داعيين أحد المعماريين اليابانيين توفى اللي هو إدوارد سوزوكي، وحكي عن الانترفيس بالعمارة اليابانية، وخاصة العمارة اللي هي منعزلة مش مثل عمارتنا التي مرقت بعصور متنوعة متراكمة، يعني تاريخنا طبقات مثل ما حكيت. وكنت أنت وعم تحكي عن عمارة العراق، كنت عم تحكي عن طبقاتها، مش عم تحكي عن نموذج منفرد، عم تحكي عن طبقاتها الزمنية، وعم تحكي عن جدلية العلاقة بين الأزمنة. وحكيت أنه الطوبي مشترك، ولكن فكرة النخلة تغيرت من السومري لليوم. يعني هذه المسألة اللي طرحت هي جدلية العلاقة، وذكرت أكثر من مرة الشكل. أنا بعتقد أنا بعلاقتي مع رفقت بعرف هذا على فكرة مبدأ عراقي له علاقة بالمعتزلة، أن تشك في كل شيء وأن تسائل كل شيء. وبعتقد هاي جدلية مكانية لإنتاجكم المعماري اللي راحت باتجاه تحرير المحتوى من الشكل، من الواجهة. كانت الواجهات هي لوحات تشكيلية لتربط المبنى بمحيطه مش بداخله، وهذا تكريس لفكرة كتير رئيسية. أنا بعتقد العراقيين وأنتم بالتحديد طرحتوا فكرة، وفكرة أنا بعتقد هي موجودة بتاريخنا، مسألة الانترفيس بالعمارة اليابانية والأشمش وآسيوية، هي فيها أجزاء من عنا، من تراثنا المحلي، من إرثنا، من تركتنا المحلية، علاقة المكان مع محيطه. وأنت لما حكيت عم تحكي عن الحوش، إنه هو ينظر إلى الداخل، علاقته مع الخارج هي علاقته مع الحي، مع الشارع، مع المناخ، مع مواجهة الطبيعة ومؤثراتها. أنا بعتقد إن نعمل بهذه الجدلية التي طرحتوها بكيفية إنتاج عمارة تحاكي زمنها وأن لا تقطع مع الماضي. ذكرت بشلار، أنت كمان عم حاول فسر بعض مقولاتك بلغتي أنا شوي حتى الآخرين. صرحت مع بشلار، أنت ذكرت بشلار لما عاد، وهذا نقاشاتنا أنا بفهم العلاج. يعني طرحت بشلار أنه طرحت قضية رئيسية عند العرب، أنه العرب المهزوم اليوم أمام مواجهة العصر بيرجع ليشتر الماضي مثل الجمل، ليرجع إلى ماضي مهزوم.
يستنجد بالماضي. انت طرحت بشلار بصيغه انه هناك مكان يجب ان نقطع مع بعض القضايا التي انتهت، بقيت مجرد ماضي، وهناك ارث حيوي تركي حي، ممكن هذه التركي ان يعاد صياغتها بمفهومها الشكل المعاصر الذي يؤمن علاقة بين الداخل مع داخله وحاجاته وبين الخارج مع محيطه. وهذا اللي سميته أنت بشكل كثير جميل، اللي هو البلاغة. لأنه نحن بنألف مش بنعمل ديزاين. يعني باللغة العربية هذا الشعور اللي حكيته أنت، واللي هو شعور محلي، شعور خصوصية مكانية لبلادنا، نتيجة قدمها، مش ديزاين. ديزاين هو مفهوم مرتبط بالصناعة، بالثورة الصناعية بالقرن 19. الفلسفة حكيت عن الديزاين، الصناعة صنعت كلمة ديزاين. نحن بنحكي عن التأليف بالعمارة وعن البلاغة في التأليف. مشان هيك بالشعر العربي بيقولوا بيوت الشعر وأعمدة الشعر، نفس الشيء اللغة. لغة، نحن بنحكي بالمدينة، نحكي عن النسيج للمدينة، وهي كلمات هاي عنا محلية مكانية. أنا بعتقد اليوم كانت أمثلتك ولو بارتباكك التقني كانت رائعة جدا. قسم منها ما عم بتشوفوها. لا كانت رائعة جدا بالنماذج اللي حطيتها، كيف معماري اللي اتهمتوا أنتوا بالريجوناليزم بالإقليمية. أنا بعتقد مش ريجوناليزم، كمان عم نترجم من اللغات الأوروبية أو اللاتينية للعربي. أنا بعتقد استخدمت هي الخصوصيات المكانية التي تعطي قيمة تفاضلية للمنتج المعماري، والذي يخضع لدورته الاجتماعية في تحقيق حاجات الناس في زمنهم. هذا كلام المكتب الاستشاري أساسي فيه. هي جدلية العلاقة. وأنا بعتذر إذا أطلت، مش عم مسألك، أحاول استكمل، لأنه أنا أفتخر بأن أنتمي إلى مدرستك، وأنا أنتمي إلى عمارتك. أنت شريك، أنت شريك. انت شكرا للمنظمين. تعرف احنا حاكين ومتبادلين اراء، ومعنا الشيخ، معنا شيخنا اللي هو محمد العسب. وين ما يعني، بس بدي اقول كنت ملاحظه صغيره على اللي قاله زميلنا وسيم، شغله كتير مهمه. حتى المدارس اللي هي تعتبر مدارس ببعد العمران الاجتماعي، مثل اوسكار نمير واللي قاله زميلي وسيم، وعمل حمله كتير كبيره يعني، نحن بضل عنا نوع من الحيوية الثقافية للعمارة، حتى لو ما قدرت واقعنا يسمح لنا. بس اليوم بتحليلنا لفكرة معرض طرابلس الدولي، هو عطى حق للحيز العام الذي خلقه المعرض للمدينة، لسكان المدينة، لكل أهل المدينة، مش لفئة محددة من سكان المدينة. هو خلق هذا المشروع باعتباره فضاء ملك عام للناس، والعام للناس عم يحقق حاجة. ومعروف أوسكار نيماير إجا قاعد بلبنان، عمل زيارات، إجا قاعد لحاله. مثل آخر الوسيم، هسا أجيب للأستاذ وسيم مثل آخر، وقاعدين لبنان. أنا قرصت وبعتذر وبشكرك. لا أنت معاك هاي قاعدين لبنان، توقيعها بالجبل والهوريزونتاليتي ماله، هذا أوسكار نيماير مش هيك؟ انت شوف شو عمل، من اجمل ما يكون. ابدا احترم البيئه واحترم الجبل اللي قدامه واحترم معاملتين، اعتقد بالمعاملتين كانت هو حبيب داخل. راح حبيب مو موجود اعتقد، بس اغلق الكاميرا والصوت. هذا انا وحبيب متجادلين بهالموضوع كثير محمد. نعم. احنا هسه استاذ دائما نقتبس كلمتك. استاذ حبيب الميوت حضرتك، اذا تلغي الميوت. لا استاذ حبيب. نعم ما صوتك. يعني انا كنت حابب نروح بالبعد اللي انت عم تحكيه، لانه البعض بيروح الى تصنيفات اسقاطات غربيه، مثل ما هلا جاوبت اخر شيء بالنقاش اللي حصل بينك وبين وسيم، انه وكانه الغرب يعني انه انا اليوم عم بستخدم. انا ماني ضد الغرب، انا ماني مهزوم امام الغرب، انا معني عم حاول ان اكون شريك لصناعه حضاره الزمن، مثلي يعني مثل الاوروبي، مثلي مثل اي انسان. ابدا. فالفكره انه انا يعني انت اليوم اللي طرحته، مثل ما قلت لك،
بالمنتج العمراني اللي عملنا بالمنطقتنا، حتى ما نروح الى هويات مهيمنه. هلا بديش فوت بهذا الموضوع عشان نفتح انه ما بين العروب وما بين الاسلام، وانه انا بخضع كل الناس بالقوه وبالمنيح وبالابيح يعني، وهذا اللي ادى للانفجار المجتمعات مش بس على مستوى العماره. ففي خصوصيات يجب ان تتحقق، وهذا اللي كنت عم تقوله انت، انه بالاخر نحن اليوم المنتج المعماري هو منتج تاليفي مبني على بلاغات، على بلاغه بالتاليف. وطلاعا من هون نحن الانترفيس على فكره، يعني انت لما بتعمل منتج معماري على دجله، وقلت انه انا لما عملت الحوش على دجله فتحت، لما دخلت الى المدينه بعمقها سكرته، حطيت صور نموذجيه بالتراث بالتاريخ. انا تقديري هاي قضايا يجب البحث فيها بعمق، ما هي الخصائص المحليه للعماره ضمن، لانه نحن مدننا كانت تعرف بحواضرها. ما كانوا يقولوا الواحد عراقي عربي مسلم، كانوا يقولوا هذا بغدادي صنعاني بيروتي. يتبغدد مثل ما قال اخ احمد، يتبغدد يتعلم يتبغدد. العماره نفس الشيء، العماره لغه، هي لغة الأماكن، لغة الأماكن بالناسة. وأنا بشكرك اليوم، يعني اليوم النماذج اللي أعطيتها على بساطتها كانت كتير عميقة بالتعبيرات، الأفكار اللي انطرحت بمداخلتك. ما فيها الاستعراض يعني. ما فيها تعجرف. انتبه يعني فكرة الحوش اللي أعطيته. فكرة الحوش اللي أعطيته، كان واحد بيتخيل بركي ويعمل حوش شامي أو بغدادي، فطلع حوش كتير معاصر، ممكن يكون بنيويورك يعني. أنا لك بصراحة يعني. إيه طبعاً. مثل العمارة اللي أنتجتوها بمكتبكم يعني، أنا اللي بيحترم هالتجربة ما بتدمناها، لأنه زمنها الخمسينات والستينات غير زمننا. مختلفة اليوم. ما فيني أنا، البعض يخطئ وبلش قارن شغلكم بهذاك الوقت مثل كأنه اليوم. بالعكس تماماً. فأنا أنا تقديري أنتم في ذاك الزمن أنتجتوا عمارة الطليق بأن توضع في 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 أعظم عواصم العالم، وأن تبقى هي مجاري لعصرها بباريس بلندن بأي مكان، ولكن تعرف أنه هاي جاي من هذه الأمكنة، هاي عراقية بس طليق في لندن، فيك تعملها بباريس، وخاصة تجربة مسابقتكم بالجامعة تاع لندن. كان عم يحكيني رهيب فيرض، إلك سلام، قال لي هذا من أنجح الأعمال اللي قدموها، بس ما أخذ الجائزة، جامع لندن اللي قدموا بالمكتب الاستشاري قدمنا بلندن بمكتب ويا كيف ماشي. يلا شكرا جزيلا شكرا يعني زهير. عندك أسئلة بعد؟ أنا ما عندي شيء. والله الكثير من الأسئلة موجودة بالشات بوكس، إذا عندكم مجال يعني أكون من عندها بعضها، أعتقد من طلبة لا تحب يعني نستعرض. يلا ما يخالف. سريعة. إذا الوقت يسمح لك. يعني راح أذكرهم بسرعة وباختصار. سؤال من شهاب يقول: في الوقت الراهن بوجود هيمنة الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، العمارة إلى أين؟ أنا عندي رأي بالموضوع وكاتبة. شاريت يعني موجود. أنا هذاك علم وهذا علم آخر، هذاك عمارة أخرى وهذه عمارة أخرى. أنا سميتها روبوتكتشر. إحنا أركتكتشر دولك أركتكتونيك وآر، إحنا تكتونيك هم، وهناك روبوتكتشر. روحوا اشتغلوا بالحاسوب وابنوا بالحاسوب، بس لا تدعون الإنسانية، لا تدعون الفروسية. شو ما تريد روح سوي يا أخي، أنت مثل ما تسوي مرسيدس روح سوي بيت. هسا المرسيدس كيف، حتى الماكينة هسا، ليش أنت تروح هسا الثري دي يبني لك بيت، الثري دي بروجرام يبني لك بيت، أو يسوي لك هولوغون من دون استعمال رسم ولا استعمال ايدك، هولوغون على الطاولة يرويك البناية مالك ويمشيك بداخلها ومن هالسوالف، وسيارات روز رويس يحط لك ويلبسنا دشداشة حتى تصير بالمحلية،
شوف انه اول ما يسوي برسبكتيف للخليج يحط دشداشه. يعني واحد بالموصل بالمسابقه على النوري عاملين دشاديش لاهل الموصل. دشاديش وتربيه. فهذا ما خصني منها. انا داحكي على انسان. يعني انا داحكي على الانسان. انا ابني مع البشر. ما عندي علاقة مع الحاسوب. أنا الحاسوب أستعمل لأغراضي مثل ما أريد. يسرع لي الشغل، يعيد لي الشغل، يعمل لي ستراكتشر، أنواع أشكال. بس ياخذ دماغي أبدا. ياخذ تجربتي مستحيل. أنا شخص عندي هوية، عندي من أنا؟ الحاسوب حاسوب وأني شخص آخر. هذا إذا ما تيجي من الفكر وتمر للقلب وتطلع لإيد للأصابع السكتش. شفت أنت هذا السكتش أنا دغري حطيته تبع الكورت مال البيت اللي أنا مسويه في قبرص. حطيت السكتش بيدي. هذا بدايته. هذه هي الفكرة. هذه كل الفكرة. وكيف تنفذت؟ الفكر آخر. الفكر خصوصي خاص بي. من أنا؟ ثق بنفسك يا أخي. هذا أنا أحكي للجميع. ثقوا. أنا من تيجي بنية قدام الثيسز وبدأ تشرح لي الثيسز أقول لها أنت معمارية ولك يا عمي أنت معمارية، أنت فحلة لازم تكون. وهو يزاها كيف نجحت؟ قوتها بجسارتها. أكيد. وكو ناس بالفاشوشي دينجهون بالجسارة معهم. تعقيبا عليك تعليقكم استاذ الغالي بخصوص القلم والورقه وبدايته، رينزو بيانو على نفس النظره يقول لحد الان ما وجدت شيء تكنولوجي رغم هو مكتبه معروف بالتكنولوجيا. كم واحد يعرف يرسم من الخريج؟ يعني هاي جدليه الان ولا يقرون. المشكله اكثر بالقراءه. نعم القراءه وال يعني تفضلت حضرتك بجن العماره دائما اذكرها يعني للطلبه وللخريجين. هاي فقدها الكثير من الخريجين كثير من الطلبه بعدم زياره الموقع. الموقع يجي حتى اللي يريد يصمم يجي موقع اونلاين يشوفه بالجوجل ايرث وخلاص. لا، زياره الموقع جدا مهمه. يعني اتذكر استاذ صفاء في محاضره القاها انه قال اذا ما تروح للمكان وتقعد تشرب من ابو الشاي وتقعد تاكل لفه وتقعد على الرصيف وتشوف الناس تجي ما تقدر تصمم. بالضبط. شوف اخو زهير، يعني دائما اقولها من يسالوني السامان انت سويت بناء وترسم وتصور زين وتكتب شلون؟ تدري جوابي ايش كان يقول؟ كان اقول لهم انا معماري. نعم. انا معماري بس مفروض ما سويت شيء زياده. انا معماري. يقول لي تكتب وترسم اي طبعا لانه معماري يعني مو غير شيء. انا مو طبيب. أنا معماري. هذه كلها هي مقومات أن أكون معماريا. نعم. فهيك أريدها حتى ننتج. أكيد. ومثل ما تفضلت القراءة جدا مهمة للمعماري، توسع المدارك وتخلي يعني قراءة كافة المجالات مو إلا بمجال العمارة يعني. نعم. عندنا سؤال من أعتقد طالب فائزة حسن البستنشي اللي ينص الحنين المفرط إلى الماضي وترك العمارة المعاصرة التي وصل لها العالم. كانت سبب بحدوث جزء من المشكلة بالعمارة العراقية بحيث أصبح هناك تخبط بنتاجات المعماريين بين مؤيد ومعارض، بين من يقتبس جزء منها وبين من ينتفض عليها ويتعنصر للعمارة المعاصرة بحيث وصلت أغلب أبنية العراق الإدارية والثقافية وغيرها لا وضع مزري وهزيل. يعني نكاد أن نقول أنه عمارة العراق المعاصرة تخلو من العمارة قبل خلوها من الهوية. حاليا نحن امام اكثر من مشكله سواء على الجانب الاقتصادي او السياسي من جهه ومن الجانب الثقافي من جهه اخرى. برايكم كيف يتم النهوض بهذا الواقع وما هي مقترحاتكم؟ طبعا اكو رد عليها من قبل الست مريم المرسومي بس اكيد ردكم يعني يكون مختلف. اكو عماره بالعراق صار 20 سنه اكو عماره بالعراق ما شفت أبدا ما شفت. يعني أجيب لك مثلا صحن فاطمة نسميه عمارة. تعرف صحن فاطمة الإكستنشن مال الإمام علي. نعم.
الجامعة نعم 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 موجود. أو جامع الكوفة أجمل نعم. أجمل ما كان بالعمارة في العراق جامع الكوفة القديم مقتل نعم. الإمام علي هناك كان من أجمل أبنية العراق كانت فتحة درج بالوسط تنزل ومحراب محراب واقف فري ستاندينج على هيك دجة يعني الدراما اللي موجودة مقتل الإمام علي كله قدامك كان راحوا عدموا بنوا وين عمارة العراق ما تقول لي ياهو عمارة العراق اليوم هذه البناية اللي جنب الحيدر خانة جامع الحيدر خانة المزخرفة هذه العمارة الحديثة لو المستوصف أبو العلا كوبون لو هذه البوابات مال بغداد كلها أو الدور اللي أنا رويتها عمارة العراق انتهت من 2000 من الحصار من 80 من 80 يعني 90 آخر بناية انتهت بعد لا بنت بناية ولا أكو عمارة ولا أكو شعوذة يعني جوابي إلى الطالبة شعوذة البيت ما ممكن يصير عمارة أبدا فأنا إيه مع الأسف يعني هل هناك مقترحات يعني عامة ولا والعمارة. الثقافة كل الثقافة نعم. هو الثقافة عامة نعم. شباب لا الشباب عليكم يا إخوان روح اقرأ وروح نعم. لا توقف وناضل بسبب المعرفة ابتعد عن الجشع يا الله هسه كل ما أفتح تلفزيون أو شيء عراقي شو يحكون على فلوس لا جاني المساعدة ولا أخذت مساعدة ويحكون هذا دا يأخذ راتب هالقد وذاك دا يأخذ 32 راتب وكل فلوس سعر الدولار يا عمي جشع هذا جشع اتركوه روح على العلم جوع ما بيشي جوع وانت انظر على هذا الفقير اللي هل كان اللي بالزبل دا يعيش مليونين شلون تريد ان يدرس عمارة ما دا أدري مليونين طفل بالزبل ياخذ القوطيه مال التونه اذا بها شيء حتى ياكلها انا هيك انا ما قبلت التكريم في بغداد بسبب هذا الاطفال ابدا ما اقبل ولا راح اقبل التكريم على شو تكرموني وانا بلدي الشكل كل شيء ما مسوي يعني كل شيء ما مسوي الكل يحكي لا لا مصيبة احنا لانه بنيوية مصيبتنا بنيوية بالبنية اذا ما نبدل البنية كاملة والتخلف التخلف يعني صار بدرجة من تسمع الكلام حتى اللغة تبدلت يا اخي اللغة احنا داعش على البلاغة وداعش على البلاغة شاف الشعور المدهنة اللي شلونها طويلة وصارت جبال فوق الروس وأنواع أشكال ما نحكي سياسة وما نحكي هي تقودنا بس هي العمارة أنا معاك والله يا دول الطلاب الله يسعد ليش أقول لك أنا بس الطلاب يا الله يعطيكم العافية إذا الدرسون بيا أجواد الدرسون إيه والله يساعد أساتذتكم عليكم وهم عليهم إيه أنت إيش دا يستلم هو الطالب الأستاذ إيش يستلم طالب إيش جاي شنو هي البنية اللي تجي تدخل عمارة لا سامع شنو عمارة ولا تعرف بنتي راح تتخرج مهندسة هذه بس تعرف شنو هي العمارة تعرف ايش مطلوب من البنت ان تكون معمارية ما عندها القاب ما عندنا العرف اللي ننتج احنا معمارية زينة قليل عندي كم واحدة انا احبهم واشتغل وياهم واملي فيهم عندي يعني جماعتي عندي في بغداد عندي كثير في املي فيهم اعتبرهم قرائين زينين فكرين زينين يعرفون المهنة زين موجودين بس على الخير العام مثل ما كنا قبل لا ماكو
نعم ماكو أبنية يعني هو حديث أيضا يعني طويل في هذا المجال. أكو سؤال آخر يعني ما أعرف المهندسة مريم بخصوص يعني راح أختصر بخصوص مفهوم الظل والضوء بالعمارة العراقية، كان تركيز على الإضاءة الطبيعية بدخولها من خلال الحوش مثل ما تفضلت يعني المناطق خلينا نقول الصالات وغيرها من داخل في التصميم الداخلي أثرها، الآن اختفى تأثير هذا الشيء أصبح بوجود التكنولوجيا يعني وجود الإنارة يعني الغير طبيعية، فهل هذا أثر على يعني على التصميم الداخلي وهل تفقد الجمال العفوي بسبب التكنولوجيا أم بالإمكان إعادة إحيائه كوننا معماري اليوم؟ سؤال مهم وكاتب عليه إلى جامعة دمشق إلى أخت ولاء اسمها، بس أخذت دكتوراه يمكن، كانت تنتج مجلة اسمها 22، سألتني عن الظل. نعم 22 موجودة أعتقد المجلة حدثت. سألتني عن الظل والظلال. شوف أنا بالنسبة لي الظل والظلال والتظليل هذه كلها مفردات بغدادية عراقية. شلون؟ عندنا الجو القارص الهارش مثل ما يقولون بالإنجليزي، أي قوي ساطع، الكونتراست تقدر تلعب أنت بيه في الظل والظلال ها لإنتاج دراما. شفت التمال موسى الكاظم الأقواس؟ هذا الظل والظلال اللاعب بي تشوفون. فالظل مو شي يسموه صبة، الظل بالعكس، انت اذا تفتهمين الظل والظلال وتتلاعبين به قيمة جمالية، هذه بغدادية واحدة من التركة، هاي لازم تعلمها. وسبب اقول لك انت الحوش، هذا الحوش اذا مو نسب معينة ما يشتغل زين، ما يشتغل، يبدي يصير وخم، وهذا الا نسب معينة بحيث انه يصير مثل ستاك افكت، الهواء هو يجره، يعني تفتح اي شباك بالطابق الارضي يبدي يصير مجرى مثل الشمني. هذا شغلة الكورت، هذا شغلة هذا. فالظل والظلال اورينتيشن بالعراق كلش مهم، الاورينتيشن الجنوب الشرقي شوية اللي مايل على الجنوب الشرقي، هذا الـ 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 الأمثل حتى تخلصين من حرارة العصر. بس الشروق الصبح يخش ببيتك الجو، فلازم ينحسب. احنا بالاي اتش عنا نحسبه بالضبط ايش قد البيتش نطلعها، لأكثر شيء البيتش ماكو هذه المظلة، تدري هاي البيتش انا استعملها، شو تسوي في الظل والظلال في البيت؟ يعني التصور من تيجي الشمس وعندك فتشي اسود على الحائط، ده شو كله أنا استعمله. إيه فالظل والظلال كلش مهم وقيمة جمالية إضافية إنه في بيئتنا ضروري. بس طبعا لازم الأورينتيشن مضبوط بحيث أنه نقلل، ولذلك إحنا نستعمل كنا الجدران العاكسة، ما ندخل الضوء دايركتلي، ندخله بعد العكس لأنه هو إشعاع أكثر من ضوء. بس الضوء الخارجي واللعب الظل والظلال مهم جدا جدا. أنا بوقتك فصل لي الست ولا نعم والله يا ريت استاذ يعني الرابط المقالة يعني هي موجودة نعم هواية بها سؤال جديدة ممكن بالمجلة. نعم إن شاء الله خير. طبعا انا اعبر كلمات الشكر والتقدير والتحايا وتمنيات لك بالدوام الصحه اشكركم، بس اكو اسئله يعني
ان شاء الله من طلبه، هل من واجبنا من واجباتنا كمعماريين تقويم الذوق العام الهابط ككيان واحد في مختلف صوره؟ ما فهمت. يعني اقصد كمعماريين احنا واجبنا نقوم الذوق العام، تفضلنا لو الذوق هو بصوره عامه هابط وبالنتيجه عكس على المعماريين، هل احنا دورنا كمعماريين ممكن نساعد بتقويم هذا الذوق العام؟ اي اكيد، انت الرياده بيدك، انت الرياده بيدك، بالعكس انت المقاوم الاوحد، انت الرياده بيدك. ترى شباب التحرير كانوا يحطوا لي الصوره مالتي استاذ التويانة وبعثوا لي علم وبعثوا لي يعني، لا انت الرياده بيدك، انت تقوم الدنيا لانه انت تفهم الناس، انت بس لازم انت تتصرف. هذا ليش دا اقول لك انا من رويت التصرف المعماري بالبدايه، لازم احنا همنا. يعني اكو سؤال كان يمكن احد الاخوان سال، هل يعني من الممكن ارشادنا لكتب معينه لقراءتها؟ اقرا تعريفات للجرجاني. تعريفات للجرجاني. للجرجاني كلش مهم. أنا كتبتها بالشات بوكس حتى البقية يقرأوا. سؤال آخر من مجد، يعني كل التقدير للمهندس من قدير. أولا ثانيا أريد أن أسأل عن كيفية إثراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العمارة العربية ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما تفضلت. مجد العبد الله طالب عمارة. أفهمك. أريد أن أسأل عن كيفية إثراء مداركنا حتى نصبح قادرين على فك شفرات العمارة العربية ونصبح قادرين على فهم مسببات هذه التصاميم ولا نصبح مقلدين وناسخين كما توضلت. مكتبات. نعم. 90% من وقتكم يا أخوة يا أخوات مكتبة. ترى القراءة فد بلجر فد نعمة من الله. أي. وموجودة مكتباتنا عامرة، شارعنا المتنبي عامر، يعني كليتنا كنا نقرأ إحنا صغار، أنا قاري من عمري 10 سنين في كل شيء موجودة وموجود هواية قراءة ثم القراءة. الله يخليكم، الإنترنت والآيباد ما يفيد، هذه مو قراءة، هذه قراءة مصيوغة للراكب الطيارة مو القاعد يفكر. هذا بالتأكيد قراءة ثم القراءة. ما تقدرون، كنت أريد أقول لكم السفر، على الأقل سافروا بالعراق، روح النمرود، روح للوركة، روح إلى كربلاء والنجف، روح إلى الخيضر، روح إلى شيخ متي، كنائس العراقية كلها، هذه كلها استوعبها هائلة. إذا تروح السرعة مادية كافي، تشوف البيئة، تشوف الأنواع أشكال، بصرة، أبو الخصيب، كلها هذه كلها كنوز. هذا غير الهوار، هذا العراق هائل هائل، ماكو هيك بلد بالدنيا ترى. ولو أنا صار لي 32 سنة ما يواصل لي الصور، 33 سنة. يا طول الصحة والعافية الأستاذ، ما أعرف أنا قاربنا 3 ساعات تعبناك، بس يمكن هذا السؤال الأخير حتى نختم إذا عندكم مجال يعني. أكيد الليلة لا يثق أحد الأخوان، سأل أحمد، أستاذ أحمد ممكن توضيح لي هذه المقولة، لا يثقف الذوق إلا بالفن. إلا بالفن، يمكن أنت ذكرتها قبل شوية. لا يثقف الذوق إلا بالفن. بالفن. نعم. فرد لو الفن. فن آرت. تشوفه ما تقدر تفرق. القيم الجمالية ما تقدر تفرقها. تفرقها بالميديا.
فرقها بالواسطة التعبير، يعني الشعر مو فن، المسرح مو فن، بس واسطة التغيير كلها التحضر التمدن متلازم. ليش يسموها ثقافة؟ ليش متوحدة لازم؟ يعني ما يصير الموسيقى، المسرح، الفن، الرسم، كل هذا سوى حتى تخلق عمارة كلها. ما احنا ما ماخذيها جدية داعتي، لكنه راح يتخرج مهندس وياخذ فلوس ويمشي يبني ويمشي. ايش تبني؟ اي مو هي المشكلة، انت ايش تبني؟ مو انت دا تشوه، ما دا تبني اذا انت ما تعرف ايش دا تصير. اي على كل، لا قراية 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 بس قراية، ما عندكم غير شيء، وزيارات المنطقة، زيارات المنطقة كلها. خوش حبيبي، شكرا جزيلا عزيز، وثلاث ساعات كانت ممتعة، ودليل على انه الحاضرين يعني ان شاء الله فدت، لانه انا احكي وايد اكيد لا بالعكس فدتنا، وثلاث ساعات يعني يمكن مرت سريعة، واعتقد يمكن الحديث اللي تفضلت يمكن واحد يمد الى اكثر من اسابيع يعني كذا، ثلاث ساعات قبل اسبوعين، ثلاث ساعات نعم ونص وخمسين دقيقة ما ينتهي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية وتكون تكون المعارف. لطفية الدليمي تقول الحكاي. نعم. الحكاي. والمعماري حكاي دائما، معماري لازم يكون حكاي. عدة تجارب لازم ينقلها. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز، أتمنى لك يعني ليلة سعيدة، وشكرا دوام الصحة. شكرا لجميع الحاضرين، شكرا لبمعربية الحياة. باي باي. مع السلامة.